بيكم في حلقة جديدة من الريمونتادا. ونبدأ أخبارنا النهاردة بإعلان مجلة فرانس فوتبول ترشيح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخبنا الوطني لجائزة أفضل لاعب في العالم. وتم اختيار صلاح والمغربي ياسين بونو ضمن قائمة تضم 30 لاعب بيتنافسوا على الكرة الذهبية. ويتم تسليم الجائزة في حفل ضخم يوم 20 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس. بيواصل منتخبنا الوطني استعداداته لماتش إثيوبيا في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وبيفاضل المدرب روي فيتوريا بن زيزو مصطفى فتحي لتعويض غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد ما تم إعفائه من ماتش إثيوبيا. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني بعد صعوده بشكل رسمي للأمم الإفريقية اللي هتتلعب في كوتوفوار في شهر يناير اللي جاي. نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لماتش مصر وإثيوبيا ونرجع نكمل أخبارنا. عايز اخد توقعاتك لمباراه مصر واثيوبيا في تصفيات افريقيا. انا شايف ان احنا لازم نرد اعتبارنا ان احنا اتهزمنا في المباراه الاولى، ومش المنتخب الاثيوبي اللي يهزم المنتخب المصري. متوقع، يعني انا من محبين عمر مرموش، فانا متوقع ان هو يعمل ماتش جامد جدا بما انه كمان حضر التدريبات، فانا متوقع ان هو يعمل شوت كويس كمان. الماتش اللي فات احنا كنا مهزومين، فاحنا من اثيوبيا، فهنحاول بقدر الامكان نرد اعتبارنا مبدئيا. بعدين مصر فريق كبير، عندنا مدرب كويس، عندنا تدعيمات كويسه، عندنا لعيبه كويسه جدا. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونكسب المباراه، وباذن الله يعني فيتوريا برضو يعني عامل شغل كبير قوي قوي مع المنتخب، ومغير يعني اساسيات الفريق. المباراه هتكون كرد اعتبار لينا ان احنا اتغلبنا في المباراه الاولى هناك، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا معانا المدرب ده كويس وفاهم اللعيبه وعارف يحتوي اللعيبه ازاي وبيطلع من اللعيبه اللي هو عايزه. يعني مدرب زي ما بنقول ايه، عامل طفره في المنتخب. انا التوفيق لمنتخب مصر، واحنا كده كده الماتش تحصيل حاصل، يعني مش فارق معانا كتير. احنا كده كده اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله تأدي على مستوى جيد وتعمل مجهود كويس وتبقى النتيجه مرضيه لينا، يعني نكسب يعني 4-5، يعني يرجعونا لايام زمان. ونروح لأخبار النادي الأهلي. والفريق الأحمر بيختتم معسكره في النمسا وبيغادر للقاهرة. الأهلي أدى تمرين خفيف صباحاً قبل العودة من فيينا للقاهرة، واتفق الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض كاس ودي ضد طلائع الجيش يوم الحد الجاي استعداداً لماتش السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري. أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن معسكر النمسا حقق أهدافه المطلوبة من جانب الجهاز الفني بقيادة كولر، وأشاد بيبو بالالتزام اللعيبة وتركيزهم في المعسكر اللي شهد ماتش ودي ضد ألومينجي السلوفيني وفاز بيه الأهلي بنتيجة 3-1. هيخضع الثنائي محمود متولي وياسر إبراهيم لفحوصات طبية بعد ما اشتكوا من الإصابات قبل نهاية معسكر النمسا، وبيعاني الأهلي من بعض الإصابات قبل مواجهة السوبر الإفريقي على رأسهم عمرو السولية وخالد عبد الفتاح. نروح نشوف تقرير عن إصابات الأهلي قبل ماتش السوبر الإفريقي ونرجع نكمل أخبارنا. عايز أخد رأيك في إصابات الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي. والله شايف إن فريق النادي الأهلي مكتمل صفوفه حاليا، يعني في معسكر النمسا باستثناء عمرو السولية ومحمود متولي، وكده كده يعني عمرو السولية بيعوضه إمام عاشور ومروان عطية وكريم نيدفيد ألو ديانج. خط الدفاع محمود طالب عاد محمد منعم ياسر ابراهيم سعد محمد هاني بيهدم بدل ما بيلعب في باك يمين بيلعب سيرت باك برضو. تاني ما فيش غير محمود متولي اتصف في معسكر النمسا الاخير دوت، بس ان شاء الله يرجع ويأدي، والاهلي مش هيقف يعني على اصابه لعيب في محمد عبد المنعم احسن مدافع افريقيا. ياسر ابراهيم برضو كويس جدا بيأدي مكانه ويقدر بيطلع بالكره كويس وبيدافع كويس ومؤدي كام ماتش كويس معانا. ان شاء الله معدل الاصابات بتاعنا بسيط، مش اعلى حاجه يعني، وان شاء الله نأدي في كاس العالم اللي جاي، يعني عندنا شويه ماتشات كويسه. احنا متعودين دايما ان الاهلي مهما كانت حجم الاصابات، وانا شايف الاصابات حتى المره دي قليله يعني مش كبيره، مهما بتبقى في اصابات اللي موجود بيسد، وزي ما بيقولوا الاهلي بمن حضر يعني. المفروض ان الاصابه الواحده كان متولي، فما اعتقدش ان هو اثر على الفريق ككل. هو احنا عندنا مدافعين كويسين زي ياسر ابراهيم وعبد المنعم طبعا نجم الفريق، وعندنا رامي ربيعه طبعا خبره كبيره،
وما اعتقدش يعني ان خط الدفاع هيتاثر، وكمان ان شاء الله يرجع قريب، وهي اصابه بسيطه يعني حصلت في التدريبات. والاهلي طبعا بما انحدر يعني الاصل الاهلي ما بيتاثرش لو لعيب واحد غاب عن التشكيله، واعتقد يعني ان شاء الله الاهلي يخش المباراه مستريح. انا شايف محمد متولي والسولية يعني محمود متولي والسولية هم مؤثرين في مع الفريق، بس الاهلي عنده في كل مكان اكتر من واحد، وان شاء الله قبل مباراه السوبر ان شاء الله الاهلي مستعد بنجومه كلها، ولينا في كل لاعب في كل مكان بيبقى لنا اكتر من واحد يعني، وان شاء الله مش هيأثروا معانا. انا شايف ان الاصابات اللي عندنا مش كتير يعني، هم اتنين لعيبه بس سولية ومحمود متولي لسه متصف في المعسكر، فعندنا لعيبه كتير قوي ممكن تعوضهم يعني. في الدفاع في ياسر ابراهيم، في عبد المنعم، في كذا لعيبه اساسيه ممكن تعوضهم، وفي خط النص في مروان عطيه، في صفقه امام عاشور هتفيد الاهلي اكيد، وشايف ان هي تبقى كوديانج، وشايف ان هي تبقى امام عاشور هتبقى اضافه كويسه وهيقدر يعوض الاصابه دي. ومن الاهلي نروح للزمالك، والنهارده بيتقدم ثلاث مرشحين للانتخابات اللي هتبقى يوم 20 اكتوبر اللي جاي. وتقدم النهارده اشرف عبد السلام ومروه الرفاعي وحمديه كمال للعضويه فوق السن. ومع ختام اليوم الثالث لفتح باب الترشح اتقدم مرشح وحيد لرئاسه الزمالك هو ماجد الحنبلي، بجانب مرشح لمنصب امين الصندوق، خمسه مرشحين للعضويه. واصل الزمالك تدريباته في معسكره بمصر الجديده استعدادا للموسم الجديد، واتفق الزمالك على خوض ماتشين وديين خلال المعسكر، ويتم الإعلان عنهم في الساعات اللي جاية من عبد الواحد السيد مدير الكورة. اختتم نادي بيراميدز ودياته في معسكر الإعداد في تركيا بالفوز على سبارتا سبور التركي بنتيجة 3-0 في التجربة الودية الرابعة، وسجل أهداف بيراميدز وليد الكارتي وفخري لاكاي وعبدالله السعيد، وتصدى شريف إكرامي حارس المرمى لضربة جزاء. أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر رحيله عن منصبه بشكل رسمي، ووجه السقا رسالة شكر لمسؤولي فيوتشر على منحه الفرصة ودعمه في الفترة اللي قضاها مع الفريق. أعلن نادي زاد تعاقده مع الأنجولي دالسن مهاجم أسوان بشكل رسمي، ونشر نادي زاد على صفحته صورة اللاعب الأنجولي وأعلن التعاقد معه بشكل رسمي في الموسم الجديد. وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ونكمل بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين اهلا بيكم وحلقه جديده من الرومنتادا على شاشه قناه المحور. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات والايام اللي فاتت وبنتكلم على محمد صلاح وقصه انتقال نجمنا الكبير محمد صلاح من ليفربول الى اتحاد جده السعودي، كان في كلام كبير جدا ازاي محمد صلاح بالارقام الكبيره دي اللي ما زال حتى الان الباب مفتوح برضه عشان لسه احنا الباب ما اتقفلش يعني. ازاي محمد صلاح ما يروحش؟ ازاي هم كل فتره بيعلوا المقابل المادي؟ وازاي محمد صلاح ما يقولش اوكي؟ وناس كتير جدا يقول لك لا يروح، في ناس تانية اصحاب يعني رؤى تانية تقول لا محمد صلاح لسه قدامه حاجات كتيره جدا. من ضمن الحاجات اللي انا قلتها او اتكلمت عنها ان ممكن يبقى محمد صلاح من ضمن الحاجات اللي بيفكر فيها هي البالون دور، وده فعلا على ارض الواقع اهو، محمد صلاح على راس القائمه الرسميه للمرشحين للفوز بجائزه الكره الذهبيه. يبقى محمد صلاح كان من ضمن خططه، مش دي تحديدا يعني، دي ما ارتبطتش بدي، من ضمن خططه او من ضمن اهدافه ان الراجل عايز يحطم الارقام في ليفربول كواحد من النجوم والاساطير الكبيره، هو واصبح من الاساطير في ليفربول. خلاص محمد صلاح كده بعد كده هيتعمل له تمثال، او بعد كده يبقى محمد صلاح واحد من الرموز على مر الزمن بالنسبه له، ربنا يديه الصحه وطول العمر. بالتالي وجود محمد صلاح دي مش اول مره يتواجد فيها محمد صلاح، لكن المرة دي بعيد عنها بعض النجوم الكبار زي كريستيانو، ممكن يعني خلاص ببعض النجوم اللي بعده إلى الدوري السعودي، لكن وجود محمد صلاح ضمن قائمة الكرة الذهبية يعد إنجاز كبير للرياضة المصرية والعربية والأفريقية. محمد صلاح وجوده في ظل الزخم الكبير جدا من النجوم الكبار اللي بيلعبوا الفرق مميزة جدا، وجايين برضو من بلدان منتخباتها في كرة القدم على أعلى مستوى، وجود محمد صلاح يعني أن الكرة المصرية ما زالت عندها من المواهب الكثيرة، نجوم كتير ممكن في يوم من الأيام يتكرر حلم محمد صلاح لسنين طويلة. وأنا يعني إن شاء الله يمكن بكرة ولا بعده عندي حلقة كنت عملتها مع محمد صلاح في 2000
2010 او 2011 بعد ما رجع منتخب الشباب من البطوله من امريكا الجنوبيه، كان لسه بقى بدا التوهج بتاع محمد صلاح. عملت معاه حوار هجيبه كده ناخد منه شويه حاجات، هتشوف محمد صلاح من 13 سنه كان بيقول ايه وكانت ايه اهدافه. يعني من ضمن الكلام وانا متذكر جيدا دايما في لقاءات كده الواحد ما بينساهاش، قال لي انا نفسي العب، بقول له امنيتك ايه؟ قال لي نفسي العب في واحد من اهم الانديه على مستوى العالم، عايز واتمنى ان اكون واحد من اهم نجوم الكره على مستوى العالم. وده فعلا ما جاش من فراغ، جاء بصبر وعزيمه واخلاص من مقاولون العرب الى بازل السويسري ثم تشيلسي الانجليزي ثم فرنتينا الايطالي ثم روما الايطالي ثم ليفربول الانجليزي، في مسيرة كبيرة جدا حافلة بالعطاء والتطور الذهني والتطور البدني والتطور المهاري وحاجات كتيرة جدا لمحمد صلاح في حياته قدر يتخطاها وقدر يحقق من الصعوبات كتيرة جدا نجاحات كبيرة. بالتالي محمد صلاح حالا لما تتكلم تقول محمد صلاح خلاص، محمد صلاح إيجيبت، محمد صلاح أفريقيا، محمد صلاح ابن كل العرب. حالا الناس الموجودين في ليفربول بيغنوا له، بيغنوا محمد صلاح وعاملين له اغنيه اللي انتوا عارفينها اللي هي بتاع مو صلاح، دي حاجه من الحاجات المميزه، ايجيبشن كينج، مو صلاح ايجيبشن كينج، حاجه من الحاجات اللي دايما بتسعدنا وبتسعد كل الجماهير وبتسعد كل المحبين المتابعين لمحمد صلاح. وبالتالي القائمين على الدوري السعودي كان عندهم يعني اهتمام كبير جدا وما زال ما كانش السنه دي يبقى السنه الجايه لوجود محمد صلاح. طب هتقول لي طب ما نيمار موجود، طب كريستيانو، طب كانتي، طب بروفيتش، طب يعني ناس كبار موجوده وبنزيما موجودين وبيأدوا اداء مميز جدا واصحاب تاريخ كبير جدا في فرقهم ومنتخباتهم قبل كده. وجود محمد صلاح في الدوري السعودي يعني الاستقطاب الاهم لمشاهده الدوري السعودي من خلال ال 100 مليون مصري، من خلال العرب الموجودين، من خلال الجالية العربية أو خلال الجالية المصرية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية. يعني كل مباراة محمد صلاح فيها كل الناس هتلاقي كل المصريين اللي هناك رايحين يتفرجوا على محمد صلاح، ودي حاجة من الحاجات اللي دايما بنفخر ونسعد بيها بوجود محمد صلاح. ترشيح محمد صلاح طبعا حاجة من الحاجات اللي لما فرانس فوتبول اللي يعني من أكبر الجوائز اللي كانت موجودة زمان كان باسم فرانس فوتبول اللي هي الكرة الذهبية، يعني كان برضه يعني أحسن لاعب في أفريقيا وفاز بيها من مصر كابتننا الكبير كابتن محمود الخطيب وبعد كده محمد صلاح، يعني هما الاثنين من المميزين اللي فازوا بكأس أحسن لاعب في القارة الأفريقية. تواجد الدولي محمد صلاح في قائمة المرشحين للمرة الخامسة على التوالي، أنا قلتها مش مرة واحدة بس، عوام 2018 و19 و21 و22 و23 علم بأن نسخة 2020 تم إلغاءها بسبب فيروس كورونا خلال تلك الفترة، واحتل صلاح المركز الخامس في آخر نسخة 2022. القائمة بقى فيها مين؟ بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. يوشكو جافارديول لايبزيج ومانشستر سيتي، أندري أونانا مانشستر سيتي وإنتر ميلان، كريم بنزيما ريال مدريد والاتحاد، جمال موسيلالا بايرن ميونخ، محمد صلاح ليفربول، جود بلينغهام ريال مدريد وبروسيا دورتموند، بوكايو ساكا أرسنال، ونجم عربي كمان اللي هو ياسين بونو اللي هو حارس مرمى الهلال السعودي الآن، راندل كولو مواني أندلخت فرانكفورت وباريس جان جيرمان. يعني دي برضو من أهم الأسامي الموجودة طبعا، وجود يعني طبعا إيرين هالاند طبعا، ويعني أنا شايف يعني فينيسيوس وجونيور وليونيل ميسي وساكا أرسنال وفيكتور أوسيمين نابولي وهاري كين توتنهام، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة نجوم. لكن محمد صلاح وياسين بونو هم الاثنين اللي مشرفين من العرب، حاجة مشرفة جدا، اثنين بيلعبوا لمنتخبين عربيين، محمد صلاح نجم الكرة العالمية ونجم منتخب مصر، ياسين بونو نجم الكرة المغربية واللي قدم معهم أداء مميز جدا في كأس العالم قطر 2023. أكيد كلنا سعداء مبسوطين. اتحاد الكرة اللي هو بيدير منظومة كرة القدم في مصر قال تمنى اتحاد الكرة التوفيق للنجم محمد صلاح في سباق الكرة بترشيحات الكرة الذهبية بترشيحات مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه منصات التواصل الاجتماعي عن صورة لصلاح وتمنى له التوفيق في سباق الكرة الذهبية. دي الصورة، محمد صلاح واحد من النجوم الكبار، دايما بنسعد دايما بأخبار محمد صلاح، بنسعد دايما بوجود محمد صلاح النجم الكبير النجم المميز جدا
النجم اللي دايما احنا شايفين ان هو يعني امل كبير جدا. ومش هخفي لكم سر، يعني انا اتكلمت من شويه عن لما عملت انترفيو محمد صلاح، الراجل يعني كواليسه سريعا، يعني محمد صلاح كان ايامها قاعد في الفندق الاقامه بتاع المقاولون العرب، كلمته وكلمه لي الكابتن عشان برضه الشيء بالشيء يذكر، كابتن ضياء السيد، قال له محمد عباس عايز معاك حلقه في برنامج الحريف على قناه دريم. رحت اخذته، ما كانش معايا عربيه، رحت اخذته من 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 الفندق بتاع الاقامه بتاع المقاولون العرب اللي موجود في نادي المقاولون العرب. نزل كان معايا سندوتشات وقال لي تاكل، لا انا واكل، خدته ورحنا اتصورنا في المهندسين ورجعته تاني. حاجه اسعدتني على المستوى الشخصي، لانه فعلا في الحلقه دي لو فرغتها وجبت اهم النقاط فيها، الراجل بيقول فيها كلام وبيقول فيها يعني ازاي قدر يبقى عنده من الطموح وعنده من الذكاء وعنده من الفطنه كبدايه نجم في مشواره ان يبقى عنده هدف، والحمد لله ربنا وصل له هدف ويوصل لاهدافه بعد كده كمان. غير كده في مقابلات كتيره جدا، يعني انا مثلا كنت بروح لاولادي دول صغيرين وياخدهم ويشيلهم ويصور معاهم. اخر مره كانت اخر مباراه لمنتخبنا الوطني وكان موجود في استاد القاهره، كلمته ورحت خدت بنوتي وتصورنا مع راجل نزل ووقف استناني وبسيط وجميل وبيتعامل مع كل الناس بكل تواضع واحترام وتقدير. هو ده النجم، هو ده النجم الكبير. دايما كل ما بتكبر وتبقى نجم بيبقى لغه حوار بتاعتك مع الناس حاجه لغه حوار راقيه، لان كل لحظه وكل تصرف وكل حركه ليك بتبقى محسوبه عليك. تصرفات النجم يا جماعه هي اللي بتكمل برواز النجوميه بالنسبه له. انت مش عشان نجم ما تعبرش حد، مش عشان نجم ما تسلمش على حد، لا 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 لا. النجوميه يعني الالتزام بكل معايير النجوميه، اللي هي الكلام المحترم مع الناس، المقابله الكويسه، التصرفات اللي تليق بيك، وجود التواضع، حاجات كتير اعتقد دي من ضمن المميزات لنجمنا الكبير محمد صلاح، اللي يا رب يا رب من المكان ده ندعي له، ومن المكان ده نقول نشوفك يا محمد صلاح ان شاء الله من احسن لاعبي العالم، لان دي هتسطر في تاريخ كره القدم ان شاء الله على مر العصور. كمان يعني من النجوم برضو المميزين، من النجوم اللي عملوا برضو اسم كويس جدا سواء مع الكره المصريه، رغم بدايات كانت صعبه، بدايات كانت مع نادي طنطا لما راح اعاره من نادي الزمالك لطنطا وكان جاله رباط صليبي وبعد كده وقف على رجليه. وكنت لسه من كام يوم بتفرج على الفيسبوك ولقيت له اهداف، لا كان لعيب مميز. لما راح مع الزمالك ورجع وقف على رجليه تاني، وبعد كده راح طلع الجيش وبعد راح الزمالك وقف على رجليه وعمل مستوى كويس جدا، وبالتالي نادي الزمالك اعاره الى طبعا جلطة سراي التركي، وبعد كده جلطة سراي باعه الى طبعا فريقه نانت الفرنسي اللي هو ندمان. ندمان ندمان، لان ممكن يكونوا طبعا صحيفه اقسم التركيه اداره جلطة سراي ندمت على بيع مصطفى محمد. معنا الخبر اهو، اكدت صحيفه اقسم التركيه ان اداره جلطة سراي تشعر بالندم على قرار التفريط في خدمات مصطفى محمد بعد مستواه الرائع مع نانت الفرنسي. وما زاد من شعور جلطة سراي بالندم هو المستوى الضعيف الذي زار به سيدريك باكامبو مهاجم الفريق التركي المنضم حديثا. مصطفى محمد تمكن من تسجيل 4 أهداف بالدوري الفرنسي خلال 4 مباريات في الوقت الذي فشل فيه باكامبو من تسجيل أو صناعة أي هدف في قميص جلطة سراي خلال 7 مباريات. اللي خلينا بقى نروح له بجد ونتكلم فيه هو وجهة النظر في فنانت، وهو السنة اللي فاتت لو تفتكروا والمدرب والمدير الفني كان حتى في الفترة الأخيرة كان العلاقة ما كانتش على يرام، هو حتى أداؤه ما كانش قوي، لكن فكر المدربين أو لما يبقى في تغيير المدربين أو لما يبقى المدرب عنده قناعات بيك ويديك الفرصة كاملة بتبان. مصطفى محمد في مواصفات رأس الحربة النموذجي، مواصفات الطول، التهديف، التصويب، لا لا في مواصفات حتى لو شفناها في ماتش بلجيكا اللي كان في الكويت والهدف اللي جابه طبعا في مرمى بلجيكا قبل كاس العالم قطر 2022، لا لعيب هداف بيشوط برجليه بيجيب اهداف، معانا اهداف طبعا لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي، لا دي في جلطة سراي، دي هو في جلطة سراي في الدوري التركي برضه، والدوري التركي لا يقل اهميه عن الدوري الفرنسي خلي بالكم. هداف مميز جدا، لعب بوكس على اعلى مستوى، مهاجم من طراز فريد، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. أكيد ندمانين اندموا، الندم يعني خلاص راحت الفرصة، الفرصة اللي جاية لمصطفى محمد إن شاء الله إن شاء الله يبقى واحد من نجوم المصريين المميزين، ويعيد أذهان عمرو زكي مرة أخرى لما كان في الدوري الإنجليزي وأدى مع ويجن أداء ولا أروع وعمل يعني موسم ولا أروع مع الدوري الإنجليزي، لكن طبعا المسيرة ما اكتملتش. طموح اللاعب هو ده اللي بنتكلم عليه،
لو كان عمرو زكي ربنا يديله الصحة والعافية يعني كان في شوية طموح وشوية إصرار وشوية عزيمة زي المحمدي مثلا، لو كلمت على المحمدي مش هيبقى في نجومية عمرو زكي ولا نجومية محمد صلاح ولا نجومية مثلا النني. لكن لاعب لما طلع من NBA لدوري إنجليزي ما تراجعش تاني، هو ده كان يقولها لي على المستوى الشخصي اللي تربطني بعلاقة، كان يقول لي أنا مش هرجع تاني الدوري المصري، أنا هفضل ألعب في الدوري الإنجليزي سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني. ولعب فترة مع هال ولعب فترة مع فريق تاني، لكن برضو ولعب مع ويجن، هو راح الأول مع ويجن، لعب برضو فرض نفسه حالا مدير رياضي لأحد الفرق الإنجليزية الكبيرة وعامل شغل كويس جدا في مجال الإدارة الرياضية، خد الجنسية الإنجليزية. لا عنده فيجن وعنده يعني طموح كبير جدا إنه قدر يعمل له مكانة. ما أنت ثقافة إيه؟ ثقافة المهنة إيه؟ انك انت في كل مهنه لازم تبقى مبدع فيها. مفيش حد بيشتغل شغلانه ما يحبهاش. يعني مثلا زملائي المصورين اللي قاعدين قدامي دول مبدعين لانه بعينه بيشوف الكادر الحلو، ودايما المخرج بيعتمد على المدير التصوير الشاطر. لو جاب له مدير تصوير شاطر وصور له اي كادر هيبقى قد الدنيا. لا حتى لو كان المخرج مين اعظم هيتشكوك اللي كان ولا اسمه مش عارف اسمه ايه ده المخرج العالمي هيبقى له كادرات. بالتالي لما يبقى كل واحد مبدع في شغلانته أكيد بيأدي فيها الأداء ومجتهد بيأدي فيها الأداء المميز جدا. ده كان يعني كلام عن محترفينا اللي نتمنى أنهم يزيدهم، نتمنى لعمرو مرموش، نتمنى لكل النجوم ونني ومحمد صلاح وحجازي إن شاء الله يرجع على رجليه تاني وطارق حامد مع ضمك السعودي ومين يعني حالة وأنا حد من اللاعبين أنا مش ذاكرهم، لكن هي دي كرة القدم. وفي دي كمان في تحديدا في النقطة دي تحديدا الأفارقة والأخوة الأفارقة سبقونا بمراحل كبيرة جدا. الأفارقة زمان كنت بتلاقي دايما الفرق الأفريقية اللي كانت بتلعب أهلي وزمالك، زمان ما كانش فيها الأهلي والزمالك، وبعد كده ظهر في المقاولون العرب مؤخرا في بداية الثمانينات لما فاز بالدوري سنة 81-82 كان في لعيبة لا مميزين. حتى انت جبت هنا أنطوان بيل مثلا، جبت هنا بعض النجوم المميزين كورشي الله يرحمه لما لعب في الزمالك، فيليكس، بعض النجوم اللي كانوا موجودين في الدوري، واستحداثا بقى طبعا بجلبرتو وفلافيو بعض النجوم اللي جم في أهلي وزمالك. لكن أصبح لكل عيون الدوريات الكبيرة أو الأندية الكبيرة أعين وأكاديميات في القارة الأفريقية اللي هي دايما مطمع من كل البلدان الأوروبية سواء مستعمرا أو فكرا استثماريا أو في رياضة كرة القدم. حالا على طول الأولاد الصغيرين منين فين اطلع. وكان في كمان حاجة يعني ساعدت في الموضوع ده تحديدا اللي هو عامل اللغة. الاستعمار الأوروبي لما جه واستعمر في القارة الأفريقية كانت هناك من بين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والأسبانية، بالتالي أصبح في تأثر كبير جدا للناس دي وارتباطها بدول المستعمر سواء بقى التعليم سواء بعثات سواء اللغة من المستعمر في القارة الأفريقية. وبالتالي بدأ في ارتباط غير مباشر من خلال اللغة. بدأ يطلع اللاعبين دول اللي بيتكلم اللغة البرتغالية يطلع روح البرتغال، الفرنسية أكترهم في فرنسا، البرتغالية الأسبانية أسبانيا، الإيطالية إيطاليا، الفرنسية فرنسا. وكمان يعني هو طبعا الألمان حبوا بس كده يقربوا شوية طبعا. وبرضو زي ما بيقول مخرجنا جميل رمضان صقر بيقول اللعيبة فعلا ما بيغلوش فيها. تعال بقى انت شوف على الجانب الآخر، هي عندنا في مصر لاعب اكس او واي او زد جاي له عرض وهو صغير عنده ولد. اولا فلسفت ودايما بتواصل مع يعني وكلاء لاعبين كتير في حاجات او بسمع وفلسفة وكلاء اللاعبين الأجانب تحديدا يقولك الولد عنده كم سنة تقول له عنده 20 يقولك لا خلاص كبر. ده عندهم في عرف كرة القدم. لما تقول له عنده 16 سنة يقولك هو ده السن، أو 15 سنة سن مرحلة الشباب قبل ما يطلع المنتخب الأولمبي. هي دي مرحلة التكوين والثقافة والقياسات والتغذية والنوم الكويس والعيشة الكويسة. هو ده بيلقوها في الولاد الأفارقة. مع احترامنا طبعا لكل الدول الأفريقية، طبعا في دول بتعاني من 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 المعيشه وبالتالي في سوء نظام التغذيه في العيشه الكويسه بتاع. لما بيروحوا القاره الاوروبيه ويلاقوا الانفتاح الكبير ويلاقوا العيشه الكبيره ويلاقوا الاكل الكويس ويلاقوا الاهتمام ويلاقوا الدفى ويلاقوا الحضن الجميل اللي بيحتضنهم بيبدعوا وبيلعبوا وبيأدوا اداء مميز جدا واصبح منهم نجوم كبيره جدا. منهم على سبيل المثال زي ما قال
واتكلم جورج ويا واتكلم سامويل إيتو واتكلم ديدي دروجبا، قال لك دائما القارة الأفريقية هي منبع الخير، سواء اتكلمت على الذهب او المعادن، لا بتتكلم عن النجوم والكوادر البشرية في خاصة كرة القدم. جورج ويا رئيس الحالي لليبيريا هو احد اهم نجوم كرة القدم في القارة الأوروبية واليوفي، وتألق وهو الوحيد في القارة الأفريقية اللي فاز بالبالندور. هو ده ديدي دروجبا لو اتكلمت على نجوم كبيرة جدا عشان ما انساش، لكن يظل المنبع او يظل المصدر الاول للمواهب بعد البرازيل هي القارة الأفريقية. بالتالي بتيجي في مصر تقول له الواد عنده 16 سنة 17 سنة جاي له فريق اكس من انجلترا او زد من المانيا او ام من ايطاليا، يقول لك لا 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 انا عايز فيه 10 مليون يورو. تراوم زي ما بيقولوا الالماني بيحلم وهم، قول اضرب اي كلام في اي كلام. وبالتالي اكتر الصفقات للمواهب المصريه اللي ما طلعش بدري ما بتنجحش. وبالتالي في نجوم كبيره لو تفتكروا يعني جالهم عروض سواء في الدوري التركي او عماد نتعب مره لما راح الدوري البلجيكي، او في بعض النجوم لو راح الدوري الفرنسي، التاقلم نفسه الاستمرار نفسه. وبالتالي دي كانت محمد صلاح ومحمد النني حفر الصخر. انا طبعا المحافظ الشيخ حبيبي رئيس نادي المقاولين العرب الاسبق، واحد من الناس اللي كان له فضل في موضوع محمد صلاح، حكى لي حكايه من ضمن الحكايات، لانه ده راجل نجل الراحل محمد حبيب مؤسس الكره والاب الروحي للكره في غزل المحله. قال لي انني لما اخذوا محمد صلاح قلت لهم انا عندي ولد كويس جدا خدوه، ما كانوش عايزين ياخدوه. ده الكلام على كلام الاستاذ شريف حبيبي يعني، ويا ريت تجيبوا لنا بعد اذنكم الاستاذ شريف حبيب بعد اذنكم. قال خدوه، قالوا له لا مش محتاجين، قال لهم طب خدوه ومش هتكلم في اي مقابل مادي لحد ما تشوف الولد على ارض الواقع. الولد لما راح بازل السويسري بعد راح في توقيت فتره الانتقالات الشتويه، دايما الطبيعه بتاعتنا والتكوينه الجسمانيه بتاعتنا احنا ما بتاقلمش على البرد. يعني انا في اوقات كتير جدا احس ان البرد هنا مش قادر اتخيله. لما كنت في اوروبا ولما بروح اعيش هناك بتبقى الامور عاديه جدا. الولد ما قدرش يتاقلم في البدايه لدرجه انهم كانوا هيرجعوه، قال لهم ارجوكم ادوا له فرصه كمان. وبالتالي هو مسك في الفرصه دي، وبالتالي انتقل بعد كده وفي الارسنال بسم الله ما شاء الله، وفاز مع الارسنال وعامل اداء ولا اروع. هو ده محمد النني زيه زي محمد صلاح. هي بعض انا بسميها بقى الغلطات، رغم انها فيها انجازات كبيره جدا بس انا بقولها غلطات، انهم سابوا الولد ده يطلع يشق طريقه. وخلي بالك اهم صفقتين او الصفقه الاهم في القاره الافريقيه واغلى لاعب في العالم الان، خلي بالك يعني بعد العرض الاتحاد السعودي محمد صلاح يعتبر من اغلى لاعبي العالم، كان من طبعا كل احترام والتقدير للعرب كونتراكت المقاول العرب. دي صوره يا ريت تجيبوا لنا كمان على التليفون شريف بيه حبيب. ومعاه كمان طبعا الكابتن عصام واقف معاهم في الخلف اهو. دي صوره من الصور التاريخيه. لازم نتبنى ثقافه الاحتراف المبكر. ثقافه الاحتراف المبكر دي المردود الاول فيها بيبقى على المنتخبات الوطنيه اللي بالشباب. ما هو انت مرحله تكوين الفريق الاول ده او المنتخب الاول ده هو مش شباب وما اندلقش في البطل، بالتالي بتعمل ايه؟ رعايه حقك. اعمل رعاية. حتى الان المقاولون العرب يستفيد من الديل بتاع محمد صلاح ومحمد النني حتى الان. ولو راح الدوري السعودي هيبقى المردود المادي من وراء صفقه محمد صلاح الاتحاد جده السعودي حاجه بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، لان هم ناس نادي المقاولون العرب يا جماعه ناس انا بعاملهم كويس، ناس طيبين وناس بيحبوا الكوره وناس ما عندهمش طموحات المشاكسه او طموحات المشاكل. ما تلاقيش دايما في المقاولون العرب بتسمعش عنهم مشاكل. بالتالي انت لازم عندك فكره حالا بقى بتعمل ايه بقى. انت يقول لك ايه مربي ابن غيري ولا حاجه كده بالبلدي كده عندنا في الفلاحين بيقولوها. الولد ابن ابراهيم اسماعيل اللي ابوه مصري وامه نمساويه او هولنديه او المانيه او انجليزيه اللي عايش ومولود في انجلترا احنا بندور عليه. طب انا بدل ما اعمل ده، وخلي بالك لو جاله عرضين، العرض الاول ما بين منتخب المانيا او منتخب مصر هيختار منتخب المانيا قولا واحدا. طب اكيد طالما اتكلمنا على صلاح، طالما اتكلمنا على التجربه الاهم في تاريخ والانجح في تاريخ القاره الافريقيه ومصر، معانا صاحب الفكره وداعم الفكره والاب الروح للفكره معالي المحافظ شريف حبيب. معالي المحافظ اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، ازي صحتك؟ وحشني يا فندم. الحمد لله، الله يخليك الله يبارك لك.
أهمية الاحتراف المبكر، والنهاردة بنتكلم على ترشيح محمد صلاح للبالون دور للمرة الخامسة، وذكرت الشيء بالشيء يذكر والحق يذكر لصاحبه، وقلت أن المقاولون العرب وحضرتك من أصحاب الفكرة والداعمين لفكرة محمد صلاح في احترافه وفكرة محمد النني. تفضل يا فندم وشركاء نجاح. هو طبعا في الموضوع صلاح، يعني أنا حاسس يعني مجهوده وتعبه اللي هو اشتغل على نفسه لازم يبقى قدام كل ناشئ في مصر من المواهب اللي موجودة. زي ما انت فاكر يعني طبعا احنا كنا مساعدين له، انما الشغل والاجتهاد والمصابرة وكل ده مجهوده الشخصي هو ومحمد النني. لذلك واحنا وفرنا فرص الاحتراف لاخرين، بس في ناس ما نجحتش او ما قدرتش تكمل او تشتغل كتير وتطور نفسها فما حققتش النجاح او رجعت بدري. ففكره احنا في مصر عندنا مواهب كتير مؤكد، عندنا مواهب عظيمه، بس مطلوب ان احنا نرعاها، نعمل لها اعداد كويس، نوفر لها فرصه في خارج مصر وهم في سن صغير. مهم جدا في كلمه سن صغير، يعني احنا ما كنا سنه 2000 كنت 2008 قطاع الناشئين، وكنت بتكلم مع المجموعه بقول لهم ما ينفعش عندنا نقول على ناشئ وعنده 21 سنه. ده حقيقه يا فندم، ده حقيقه. اللعيب الموهوب في سن 16 سنه لازم يكون اكتملت موهبته وظهرت. 16 17 سنه بقول لهم ده بيليه كسب كاس العالم وهو 16 سنه كاس العالم. انا لسه مع المعلم حافظ بقول يعني الوكلاء اللاعبين الاجانب بيسالوا دايما من اول 16 سنه. طبعا هو لازم في خط كده يمشي عليه، اجتهاده لازم. طبعا احنا يعني احنا كان في حديث في 2008 مع الكابتن حسن الاستكاوي، وكنا حاطين هذه الاستراتيجيه. طبعا دور الانديه انها تدفع فيهم في سن 16 سنه مع الكبار عشان ياخد خبرات، لان الناشئ لو فضل يلعب مع الناشئين عمره ما هيطلع خطوات كبيره. ففي سن 16 او اقل شويه يبتدي ياخد مع الفرقه الكبيره، فيبتدي يشوف النجوم، يبتدي يشوف يتعلم منهم، يبتدي يكتسب ثقه، بالتالي هيبقى تحت الانظار، هيخش منتخبات ناشئين، يكمل برضه يبقى في منتخب اولمبي، منتخب اول. هو ده الخط الطبيعي علشان حد يبقى عنده فرصه للاحتراف بره. انا بيحضرني دلوقتي الحقيقه مصطفى محمد، انا شايف ان هو بيعمل شغل كويس ومحتاج دعم، كان يعني اتمنى ان انا اقدر اديله كل الدعم اللي انا اقدر اديهوله، لان فعلا هو بيكافح جامد وعنده مصابره وحقق تواجد دلوقتي انا شخصيا معجب بيه، لان ما كنتش متخيل انه هيقدر يكمل. هو محتاج فرصه بقى، محتاج حد يدعمه من خارج الملعب عشان ياخد فرصه بقى في الانديه، يعني ابتدي يخش بقى دوري ايطالي او دوري انجليزي او يعني الدوريات بقى واسباني، هيبتدي يظهر كتير. اتمنى هو، انا شايفه كويس، ويعني من عبر الشاشه بوجه له كل التحيه، واتمنى من كل الاعلام المصري انه يساند مصطفى محمد، لان مشروع لعيب عنده اراده ما رجعش، وانا عارف ان هو تعب كتير في تركيا وفي اول ما راح فرنسا، لا عنده اراده، ودي اهم حاجه، ان الانسان ينجح في اي مجال لازم يكون عنده اراده وعنده تحدي وعنده مصابره. هو محتاج برضه بقى يطور نفسه، اداؤه كتير، اللغه، كل الحاجات دي بتساعد ان هو يبقى يعمل قفزات، وان شاء الله يقدر السنه الجايه نشوف الدوري الانجليزي ان شاء الله. مع المحافظ حضرتك يعني سبحان الله برضه، ما هو التفكير الصح والاصرار من جانب حضرتك رغم العروض اللي كانت مقدمه لمحمد صلاح من داخل مصر وخاصه من نادي الزمالك لو حضرتك تفتكر، لكن الاصرار الاول والاخير كان لخروج محمد صلاح الى الاحتراف الخارجي. الفلسفه بتاعتك كانت ايه؟ هو شخصيا هو اللي شجعنا، يعني كان جاي له عروض في مصر وعروض كويسه، وانا يا محمد انت حابب ايه؟ قال لا انا مسافر، يعني حتى ما خدش انا عايز في الخارج وعايز اعمل اسم، وهتلاقي يمكن
حاجات في وقت ما انا كرمته بعد 8 اشهر وما خد احسن ناشئ في افريقيا، كان مصر ان هو يخش دوريات كبيره ويحقق نجاحات. الهالي يا فندم، الهالي في برنامج عملته معاه وانا في دريم في 2011. تمام. قال الكلام ده، قال لي انا املي ابقى اكون في واحد من اهم الانديه الاوروبيه الكبيره. هو كان عنده حلم وبيشتغل عليه، لذلك هو زي ما بقول لك ما فكرش في اي عرض مثلا، يعني ده يبان الاصرار. ما قالش مثلا النادي ده هيديني كام، ما سالش طب هم عارضين عليا كام، ما سالش السؤال ده، رغم ان هو يعني لما هيروح هناك عارف ان هو ممكن ما ياخدش رقم كبير وجايز ما ينجحش. هو ده الفرق بينه وبين اي حد تاني. يعني في ناس كتيره كويسه سافرت، في ناس رجعت بسرعه من المصريين، في ناس نجحت شويه وبعدين ما كملتش ورجعت، محدش عمل وصابر 10 12 سنه زي صلاح. يعني والحقيقه انا كنت اتمنى اقول له حط قدامك مثالين، مثال ناس الاوروبيين، عندك ميسي ورونالدو. في وقت ما هو كان طالع قلت له الناس دي عامله فلوس قد كده يقدر تكفيهم عمرهم كله، بس هو تحس ان هو كل يوم بيجدد الطموح بتاعه ولا يكتفي من تجديد الطموح، ان هو عاوز جوائز، واللي بيحققه بيسيبه ورا ظهره. قلت له دول نموذجين رائعين، تحس انهم جوه الملعب اكنه بيثبت وجوده، اكنه ناشئ بيلعب لاول مره، لا حاجه تانية. وانا شفتهم عن قرب في الملعب، قلت له عندك نموذجين في افريقيا، صامويل ايتو ودروجبا، حاجه وقبلهم جورج وايا بس كان جورج وايا ما كانش حاضر في الوقت ده، كان اللي موجود صامويل ايتو. وقلت له شوف، وجبت له صور، قلت له شوف صامويل ايتو صور مليانه الكاميرا. مع المحافظ يعني برضو سؤال مهم جدا، انا اتكلمت فيه قبل ما اكلم حضرتك عن النني وكواليس احتراف النني اللي حضرتك حكيتها لي قبل كده في برنامج معايا، ان النني بعد ما راح ما كانوش عايزينه. ايه بقى اللي حصل وايه الاصرار والعزيمه من جانب النني واصرار حضرتك انهم تقول لهم ادوا له الفرصه وهيثبت وجوده؟ اتفضل يا فندم. هو النني كان راح في فتره الانتقالات الشتويه، وراح يعني ده بعد مفاوضات كتيره مع النادي السويسري، ان احنا بقول لهم انا عايزه يروح مع محمد، الاثنين هيسندوا بعض علشان الغربه والمصريين بيتعبوا في الغربه كتير، فهيسندوا بعض جوه الملعب وبره الملعب. فطبعا هم كانوا وقتهم قال لي احنا ما نقدرش نجيبه الا اذا عندنا بعنا حد، انا ما اقدرش كده اجيب لعيب ومشي لعيب بدون حسابات ماليه، يعني احنا في النهايه لازم نحقق ارباح. فالحقيقه في شهر 12 طلبوا واحنا راح، وكان في اسبانيا، والحقيقه هو لم يكن موفق في الاختبارات، وكان في بيشوف واحد كاميروني واستقروا عليه. فمحمد كلمني مكالمه كده بالصدفه، انا كنت في فرنسا في شغل، فقال لي قلت له الموضوع صعب يا محمد، انا كل اللي اقدر كنت اعمله ان انا اوصلك للفرصه، انما بعد ذلك عمليه صعبه انك تقول لمدرب غير رايك، دي عمليه صعبه ما بتحصلش حتى في مصر. فالحقيقه قال لي والله يا ريت لو تقدر. انا الحقيقه كنت شاعر بيه لان هو كان عنده طموح جامد، فكلمت رئيس النادي قال لي انا بالصدفه موجود بكره في سويسرا، فقلت له طب اقدر اجي لك بخصوص فلان؟ قال لي والله تعالى اقعد مع اصحاب القرار واذا قدرت تقنعهم انا ما عنديش مانع يعني. والحقيقه رحت برضه قعدت معاهم، مع المدير الفني ومدير المدير زي الرياضي ومدير القانوني بتاعهم والعقود والناس دي كلهم. فالحقيقه قلت لهم انا يعني انتوا تثقوا في كلامي، انا كل اللي قلته لكم على محمد صلاح حدث ولا انا كنت بقول كلام ما حصلش؟ قالوا لي الحقيقه كل اللي انت قلت عليه وساعد في نجاحه حصل. قلت له انا اللي هقوله لكم عن النني تاخدوه مني؟ فقلت له قالوا لي اه. اتكلمت مع المدرب قلت له
وكان معاه شويه فيديوهات كده، قلت له بص هو جوه الملعب هيفيد محمد جدا جوه الملعب، انهم لعبوا مع بعض، محمد غالبا هيبقى هيد سكورر عندكم، هيبقى هداف اكتر. بالنسبه لبره الملعب هيسنده اكتر، قاعد بيتكلم عربي بيمارس اللغه، هيحس بالحنين، هيعملوا اكله مصري مع بعض، يعني هيعيشوا شويه. انما انتوا احنا خدناه من هنا لهنا، انتوا جو تاني خالص، الدنيا عندكم بعد الساعه 7 ما فيش حد في الشارع، احنا مش متعودين على كده. فالمهم قلت لهم انا هديهولكم اعاره بمبلغ كويس عشان اسهل عليكم الامور، مبلغ انا عارف ان هو بالنسبه لكم كويس وعارف مستوى اللي انتوا بتدفعوه. ان نجح وحبيتوا تشتروه هنمضي عقد مبدئي كده بالشروط اللي انا حاببها اللي انا واثق منها باذن الله. فقال وانتوا مش خسرانين، ما عجبكمش هننهي الاعاره وبعد الست اشهر هيرجع، عجبكم فزي ما ريحتكم تريحونا بقى في الباقي. فالحقيقه اللي حصل ان هو لعب باسرع ما يمكن واثبت وجوده. نعم واثبت وجوده بسم الله ما شاء الله. هو اثبت وجوده، وكان طبعا في علامات من ربنا سبحانه وتعالى كده، ان هو بعد ما راح كلموني كانوا على اتصال بيهم، هم كانوا على اتصال بيا تقريبا يعني يا اما عن طريق الايميلات يا اما التليفون علشان ننجح الفكره يعني. فقالوا لي تصور ان الراجل بتاعكم ده هيلعب في الدوري في الشامبيون ليج قبل ما يلعب في الدوري، لان اللي بيلعبوا مكانه الاثنين اتصابوا. سبحان الله. فكانت حاجه عجيبه ان هو بعد اسبوع لقى نفسه بيلعب في الشامبيون ليج، وده حاجه يعني في روسيا. معالي المحافظ السؤال الاخير، انا اكدت حضرتك في الكلام، لو انت الان صاحب قرار مع محمد صلاح، هل يعني تبقى صاحب قرار وتوافق على انضمامه من ليفربول الى اتحاد جده، ولا لا شايف ان صلاح ما زال عنده الكثير في الدوري الانجليزي؟ اخيرا. لا انا افضل يعني وجوده في انجلترا، لانه بصرف النظر عن الانجازات الكرويه فهو له مكانه هناك كبيره، لازم يعني زي ما بيقول برد الجميل للناس اللي اديته هذه المكانه، وده جماهير بتشيل الحاجات دي للنجوم اللي هي المواقف اللي زي دي، اعتقد اسهمه هتبقى في انجلترا عاليه جدا، وهو الفلوس اللي بتعرض عليه ممكن جدا يعرف يجيبها بعد نادي المقاولون العرب يعني. لو انتقل برضه، معلش انا هطول في دي، لو انتقل من ليفربول الى اتحاد جده السعودي، المقاولون العرب هياخد كام؟ بين 4 و5% تقريبا يعني. تقريبا اراوند تقريبا اراوند كام؟ ما انا بقول لحضرتك حسب يعني، لو هو الرقم اللي هو الاخير المعروض عليه يعني، ما انا بقول لك حسب اللي هم هيدفعوه في الانتقال، لو 200 مليون واخد بالك يبقى ال 5% بتاعتهم يعني 10 مليون يورو. 10 مليون طبعا، ده برضو يحسب لجهد حضرتك معالي المحافظ شريف حبيب، يعني سعداء بتواصلنا مع حضرتك، وان شاء الله نلتقي قريبا في المنتدى على شاشه قناه المحور. انا بشكرك. احنا بس كلمه اخيره. اتفضل يا فندم اتفضل. انا بس عايز اقول لكل اللي بيشوفوك او كل الشباب كل الناشئين، اتعب، حط قدامك صلاح زي ما صلاح حط قدامه رونالدو وميسي وي، لان هو ما كانش يحلم ان هو في وقت من ايام ان هو يتفرج عليهم من المدرجات بقى بيلعب جنبهم كتف الكتف. حط قدامك ان الحلم ده محمد صلاح، ولذلك انا بحب وجوده في انجلترا لانه ايقونه نجاح، ايقونه مصابره، اهم من الحاجات الاخرى. هو بيدي الامل. وعايز اقول لك برضو عشان اخيرا عشان تعرف، انا كان بيزورني ناس كتيره من الصين ودول في اوروبا واسيا، اما بيشوفوا صور صلاح معايا في المكتب بيعرفوه. فده قيمه صلاح انه معروف كله. اما تساله عن لعيب عربي اخر، ومش عايز اقول اسامي، في انجلترا ونجوم، خلينا اقول رياض محرز، ما يعرفوهوش. فصلاح قيمه ثانيه خالص خارج الملعب. اما الامير انجلترا حب يجيب حد يلقي كلمه، جاب محمد صلاح. ده حقيقه. الكلام ده كله نجاحات متواصله احنا لازم نحافظ عليها، انه في حته الهام الناشئين والشباب
ان النجاح مش بعيد، يعني من كان يتصور ذلك قبل 11 او 12 سنه؟ مستحيل. معالي المحافظ اسمح لي ادعوك الى حلقه في الرومنتادا ان شاء الله لو وقت حضرتك اسمح. ان شاء الله خير باذن الله وتمنياتي لكم. سعداء بتواصلنا مع حضرتك من خلال الهاتف في برنامج الرومنتادا. شكرا معالي المحافظ الشيخ حبيب رئيس نادي القوى العرب الاسبق. استعد واطلع لفاصل وما زلنا مستمرين معكم في الرومنتادا. اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعناكم ثاني بعد الفاصل والى اخبار نادي الاهلي. النادي الاهلي بينسق طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي الاتفاق مع بركات كابتن محمد بركات النجم الكبير وعضو مجلس اداره اتحاد الكره والمشرف على المنتخب الاولمبي بشان التنسيق مع ثلاثي المنتخب رأفت خليل واحمد نبيل كوكا والحارس حمزه علاء. ويشارك ثلاثي الاهلي في وديه الاولمبي ضد روسيا غدا الخميس بالسويس، ثم يغادر المعسكر للالتحاق بتدريبات النادي الاهلي. وبيستعد كمان الاهلي يخوض مباراه ان شاء الله هي السوبر الافريقي يوم 15 سبتمبر امام اتحاد العاصمه الجزائري بالمملكه العربيه السعوديه. وبعد طبعا هم رجعوا بسلامه الله الى ارض الوطن قادمين من معسكر النمسا الناجح جدا، وهيلعبوا 48 ساعه وبعد كده يوم 10 عندهم مباراه وديه لطلائع مع طلائع الجيش طبعا قبل الاستعداد الى الدوري العام المصري. كمان اطمن طبعا على المعسكر ده، والبعثه طبعا عملت مباراه وديه اخر يوم في مدينه جراتس بالنمسا، وطبعا يعني دي كانت حاجه من الحاجات المميزه جدا للمعسكر المحترم والناجح. الاهلي كمان بيحاول دي لقطات من عوده النادي الاهلي من فيينا بالعاصمه النمسا بعد المعسكر الناجح، وحاجه كانت شرف كمان. الاهلي بيحاول اقناع مدرب تونس بعفاء معلول من وديه مصر. طبعا علي معلول هيروح يلعب المباراه الاولى بره مع منتخب تونس وهيجي مع منتخب تونس لمصر. هم عايزين طبعا يستثنوا علي معلول، وبيبذل خليل بيبو محاولات مكثفه للتواصل برضه كمان مع بيرسيتاو واليودانج من اجل اعفائهم من الوديات. الاصابات اشتكى بعض اللاعبين من الاصابات قبل لقاء السوبر، واشتكى متولي والسليه وياسر ابراهيم دول اوريدي مصابين او بيتعالجوا يعني فتره العلاج، بجانب خالد عبد الفتاح اللي بيعاني باصابه بالكتف وعدم اكتمال جاهزيه اكرم توفيق وطبعا كريم فؤاد. نادي الزمالك طبعا ثلاث مرشحين في ثالث يوم من الانتخابات، اعلنت لجنه تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك غلق باب تلقي اليوم لليوم التالي بتقدم كل من اشرف امام عبد السلام ومروة أمير رفاعي بنت الكابتن أمير رفاعي وحمدية كمال علي وعلى حمدية كمال على منصب العضوية فوق السن. مران الزمالك بيقول طبعا الكابتن أحمد عبد الهادي لوجود أوزيريو لإلقاء المحاضرات في أسبانيا. عمل طبعا مران صباحي على ملعب أحد الفنادق بمصر الجديدة، ومدحت عبد الهادي قاد المران وخاض سيف الجزيري مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التقسيمة. واصل عمرو السيسي برضه برنامجه التأهيلي، ونتمنى ان شاء الله يعود الزمالك طبعا يعني الى طبعا يعني الشكل والمكانه الكبيره اللي دايما جماهير نادي الزمالك بتنشطها دايما في نادي الزمالك، ويكون هناك وان شاء الله ده بقى اللي نفسي بقى اتمناه، يعني اشوف بقى نجم من النجوم الكبيره في الكره في نادي الزمالك، حد كده في الاداره كده نجم كبير الناس بقى تلتف حواليه، الناس دايما لما يروحوا جمال الميه ويدوا له صوتهم ويبقى حاسين وعندهم يعني امان ان النجم ده هو اللي ممكن يقدر يعمل حاجه لنادي الزمالك. لموضوع بقى مهم عندي انا كمان بصفه شخصيه، لان انا زملت الكابتن عبد الظاهر السقا لمده موسمين قبل ما امشي والكابتن عبد الظاهر يمشي. كابتن عبد الظاهر السقا نجم من نجوم كره القدم المصريه، واحد من النجوم الكبار اللي في تاريخ كره القدم المصريه. حط لي كده البيان معايا في التويه كده وانا بتكلم بعد اذنك. نجوم كره القدم المصريه، واحد عدى تقريبا 113 مباراه دوليه، تاريخ كبير جدا في الاحتراف في تركيا، واحد من اهم اللاعبين الموجودين اللي مع منتخب مصر وادوا باداء مميز جدا وعمل كارير محترم جدا. أنا بتكلم بكل أمانة وصدق على الفترة اللي قضيتها مع كابتن عبد الظاهر السقا في نادي فيوتشر. الالتزام، الأمانة، الإخلاص،
يعني حاجات كتيره جدا كانت من ضمن الصفات الكبيره جدا اللي ادت الى نجاح مع فريق العمل كامل. طبعا كان موجود قبل كده طبعا كان مدير فني كابتن علي مار وكابتن محمد عبد الكريم والكابتن مصطفى واوكا وكل الناس الموجودين، وانا كنت من ضمن افراد المنظومه دي اللي بشرف ان انا قضيت سنتين في فيوتشر على اعلى مستوى. لكن هي دي سنه الحياه وتواصل الاجيال. النهارده بيعلن الكابتن عبد الظاهر السقا في بيان رسمي رحيله عن منصبه، منصب المدير الرياضي في فريق مودرن فيوتشر اللي كان قبل كده اسمه فيوتشر. واصدر السقا بيانا كشف خلاله رحيله عن منصبه بالنادي في الفتره الحاليه، كما وجه عده رسائل لمسؤولي مودرن فيوتشر معبرا عن سعادته بالفتره التي قضاها داخل جدران النادي. وجاء بيان عبد الظاهر السقا كالاتي: في البدايه الكل يعلم مدى حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقا منذ اليوم الاول في الدوري المصري، وبعد عمل شاق تكلفنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية ومشروع نادي رياضي متكامل، ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين، بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولى وتوج في النهاية كأبطال لأول مرة لكأس رابطة الأندية المصرية، وأيضا المشاركة الأفريقية في أول موسم وتاني موسم أيضا. ومنذ البداية كنت حريصا على تأدية واجبي على أكمل وجه وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي، ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر على اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية. وتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح على مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترمة وروح اللاعبين المميزين التي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصا مني على الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ أول من اليوم الأول والتي انعكست على نتائج الفريق على مدار موسمين، والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم. فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني على خلق قوادر جديدة على المصلحة العامة للفريق. وأخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر، واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن ابخل عليه بالمساعده من خارج الخطوط، واتوجه بشكر جميع القائمين على النادي واتمنى لهم التوفيق في المرحله القادمه. ده كان كلام نجمنا الكبير كابتن عبد الظاهر السقا بشكان الكره المصريه في الملاعب التركيه، واحد من الرموز الكبار اللي فعلا تاني هرجع اختم اقول تاني زميلته على مدار سنتين مثال للامانه والاخلاص والتضحيات في حاجات كتيره جدا. كنا موجودين مع بعض، كنت سعيد بوجودي تحت قياده عبد الظاهر السقا كمدير رياضي، وفي سنتين ورا بعض مربع ذهبي وكونفدراليه، والسنه دي مربع ذهبي وكونفدراليه، والسنه الاولى الفوز برابطه الانديه. يعني كل التوفيق لنجمنا الكبير الكابتن عبد الظاهر السقا، وانا كمان كمحمد عباس بقول احلى سنتين في مجال الاداره الرياضيه قضيتهم في نادي فيوتشر اللي بتمنى له كل توفيق، وبشكر اداره نادي فيوتشر طبعا السابقه اللي كان لها فضل كبير جدا 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 عليا في وجودي في الكادر الرياضي. استعد واطلع لفاصل، وبعد الفاصل الكابتن رامي ربيع نجم نادي المقاولون العرب في حوار مهم جدا في الريمونتادا، اوعى تروحوا في اي مكان. رجعكم تاني بعد الفاصل، وانضمنا في الفقرة الحوارية نجم الكرة المصرية ونادي الأهلي ونادي المقاولون العرب كابتن رامي ربيع. كابتن رامي أهلا بيك. أهلا وسهلا، ازيك يا محمد؟ وحشتنا بقالي فترة ما تقابلناش حبيبي. أنا فترة ما تقابلناش، وأنا كنت عارف بسألك قلت لي كنت في قطر، كنت بتعمل إيه في قطر؟ قول لي. ما فيش، الفترة اللي فاتت ديت قبل ما الكابتن عماد يمسك الجيش وكده كنت أنا جاي لي مقدم بقالي فترة يعني على دورة سي آسيوية. انا معايا افريقيا هنا في اسيا، عشان تشتغل في اسيا لازم معاك اي شهاده تبع اسيا يعني. فكنت مقدم، فجت لي قبل النقله بتاعه طلائع الجيش ديت، فسافرت واخدتها الحمد لله، ولسه مستني اخد البي هنا الافريقيه واروح اعادلها كمان ان شاء الله. طب اقول اشكر اخواتي اللي موجودين يعني ادوهم برضو اي حاجه يعني، يعني كان لهم برضو دور يعني. هم اخواتي في قطر وخدت. لا لا، اخواتي في قطر بقالهم فتره، فالموضوع ده بيساعد شويه يعني. اللي انت بتروح ما تدورش على سكن، ما بتعملش كده يعني. انت فضلك هنا بقى انا مستني البي هنا لسه. البي خلاص اعلى حاجه؟ لا لسه البي ولسه الاي. الاي كويس يعني، على حاجه صغير لسه. ربنا يكرمك ويزيدك يا رب ان شاء الله. حبيبي حبيبي محمد والله. بنتكلم النهارده عن ترشيح محمد صلاح لجائزه البالون دور احسن لاعب في العالم،
وصلاح ابن من امام المقاول العرب، وكان موجود معاك وانت موجود في المقاول العرب. طبعا محمد صلاح، لا محمد صلاح يعني مختلف عن اي حد. انا كان ليا تصريح كده من اسبوعين لما اتسالت يعني على العرض اللي هو جاله وكده، وقلت مش هيبقى بني ادم مش طبيعي. انا مش قصدي مش بني ادم مش طبيعي، اللي هو هيبقى ملاك، مش بني ادم اللي يرفض طبعا العرض كبير. حتى كابتن تريكه بعدها بيومين ثلاثه قال عرض كبير وعليه ضغط كبير بالارقام اللي بتتقال له. اللي هو يترشح طبعا كاحسن لاعب في العالم ده حاجه كويسه، بس صلاح هيبقى المره دي الموضوع هيبقى صعب عن السنين اللي فاتت. يعني السنين اللي فاتت كان بيوصل لحد اخر 10 الحاجات دي كلها. السنه دي الامور داخل هالاند ومبابي وميسي فعشان كده الواحد اللي خطر شوية. فانا عشان كده الواحد لما فكر ان محمد صلاح يقبل بالعرض، هو رايح حاجه جديده، نجوم العالم كلها ابتدت تروح هناك. هو صلاح عشان لسه في عز نجوميته ولسه سنه صغير، فالناس مش حابين اللي هو يسيب انجلترا دلوقتي. هو دلوقتي بيفكر اللي هو يعمل ارقام وحاجات، ماشي هو عمل ارقام، بس هو الهدف دلوقتي اللي هو ياخد احسن لعيب في العالم. فالموضوع مع الفرقه اللي موجوده دلوقتي في ليفربول الموسم ده مش هيساعدوه اللي هو يقدر يحقق اللي هو بيفكر فيه. اهم ذكريات مع صلاح الفتره كنتوا موجودين فيها مع بعض قبل ما يمشي يروح سويسرا. صلاح اول يعني هو اول ما تصعد معانا الكابتن محمد رضوان صعده، اتمرن معانا ممكن 3 4 تمارين، وبعدين راح المنتخب الاولمبي مع الكابتن مصطفى يونس والكابتن دياز السيد لما كانوا بيلعبوا في بورسعيد وصعدوا. ايوه كان البطولات. هو والنني وعمر جابر ومحمد ابراهيم وحجازي وعلي فتحي. قعد فتره مع ما شفناهوش. لما رجع في حاجات تحس اللي هو يعني محمد صلاح كان مستني الفرصه اللي هو يعمل كده، اللي هو يطلع درجه اولى. متوسم في حاجه يعني لما شفتش فيه يعني اي حد كتشوف حد كده تحس بيه في تالنت كده في بارق في عينيه ان هو عايز يعمل حاجه. هو محمد كان انطوائي شويه، كان اللي مسمعين قوي في الناشئين كان الوقت ده محمد حطب وزيكا. زيكا طبعا، زيكا طبعا كانوا الاثنين دول هم مسمعين قوي. محمد صلاح لما صعد معانا بقول لك محمد مشي ورجع لقيناه اشتغل بقى على نفسه. كان الدكتور علاء شاكر اللي ماسك المنتخب ده برضو لقينا عضلات بطنه وظهره اتحولت، ابتدى الكلام ده كله يبان عليه في الملعب في السرعات. هو عنده السرعه عنده حاجه بتاعت ربنا. خلي بالك كان بيلعبك شمال الاول. ما انا اقول لك احكي لك بقى اول ماتش لعبه. فهو محمد السرعه عنده حاجه بتاعت ربنا، عنده السرعه. فانت هو نمى السرعه بايه كمان؟ باللي هو بقى يقوي عضلات بطنه وعضلات ظهره، دي اوريدي اصلا بتدي قوه اكتر. ابتدى يشتغل معانا. اول ماتش الكابتن رضوان لعبه له كنا بنلعب انبي في بيتروسبورت، لعب باك ليفت والمحمدي بيلعب عليه باك رايت. انا فاكر اول نص ساعه كده المحمدي جاب منه جون كورنر، لعب بدماغه وكره متحركه طلع برده فوقيه كده ولعب بدماغه. فلقينا بعد تلت ساعه الكابتن رضوان، انا ما كنتش بادئ الماتش ده كنت على الدكه، كابتن رضوان لقيته بيقوم لعيب اسمه احمد عبد العزيز كان معانا باك. احمد عبد العزيز راح طلع الجيش. ايوه اللي راح طلع الجيش باك طبعا. بيقوموا اللي يسخنوا كده. فقلت انا جوه نفسي يعني من غير ما انا اتكلم مع حد، قلت لو صلاح طلع الكابتن رضوان كده حرقه وهيخلص عليه. هو لسه اول ماتش يلعب دوري ممتاز، كان ماتش ام بي. هو اصلا كان باك شمال ولا الكابتن وصف هو بيلعب؟ لا كان بيلعب باك شمال في الناشئين فعلا، وبيلعب طرف. يعني الناشئين انت عارف ممكن كل ماتش لعيب يلعب في اي مكان. فلقيته بيطلع صلاح مارادونا كان بيلعب قدام صلاح، طلعه وطلع مارادونا. حالا صلاح مارادونا احنا عايش في امريكا، طلع محمد صلاح طرف شمال ولعب احمد عزيز باك ليفت، ودي الانطلاقه بقى. تقل بقى هو تقل الجبهه الشمال قدام محمد. هو انطلق بقى محمد صلاح من ساعتها. بس هو كان باين يعني هو عنده شخصيه، لعيب كويس من اول ما تصعد في حته اللي هو بيروح يفنش الكره على الجون. هو الحته دي عنده مميز فيها، اي يعني مثلا ممكن يروح ب 10 كور على الجون يجيب 8 يجيب 7. اعتقد بعد كده جه لكم مدرب اجنبي وهو اللي لعبه، ولعب قدام الاهلي في اول مباراه. هو لعب مع كابتن رضوان لعب شويه. مش الكابتن رضوان، جه الكابتن حمزه الجمل. ايوه انا هقول لك كده التفاصيل. هو كان راح المنتخب برده رجع. الكابتن حمزه ما عادش كتير معانا، جه الراجل اللي هو الفرنسي ده بالظبط. طلع ان كان دكتور تودورف. كان الدكتور كان الدكتور عمرو ابو المجد هو اللي ماسك القطاع. جابوه في المعنى العربي يعمل قطاع الناشئين. عاوز اقول لك محمد طلع الناشئين كلها درجه اولى.
ماشي قابل مصري. كنت انا عامل عمليه في كتفي، انا كنت رضا درويش وقابل مصري ومحمد مرسي وانا مرسي بتاع الزمالك، الثلاثه مشوهم وكنت فاضل انا، كنت عامل عمليه فكانوا مستنيني لحد يناير الراجل يشوفني وامشي. برده كان هو عاوز يطلع الناشئين كلهم يلعبوا، كان دسوقي ومحمد صلاح ومحمد النني، كان طلع شويه كتير يعني. فمحمد صلاح بقى من ساعتها انطلق يعني. خلي بالك حطب وتسوق النني ما كملوش. لا حطب اللي طلع صلاح والنني وفييرا، لعيب اسمه فييرا في نص الملعب. واحنا في اسماعيليه بعد الكابتن رضوان جه الكابتن عامر، انا اسف الكابتن عامر وبعدين الكابتن حمزه. الكابتن عامر روحنا اسماعيليه، يعني صلاح ما كانش معانا، كان نني وفييرا. نني كمل وفييرا نزل، مع ان كان الكلام كله على فييرا، وبعد كده نني نزل وطلع تاني، وبعد كده كمل بقى نني مع محمد صلاح. بس محمد صلاح من اول ما طلع ما نزلش ناشئين تاني. وايه تاني المواقف، المواقف اللي انت يعني حسيت فيها ان فعلا صلاح ممكن يبقى يعني بطموحه ده يبقى في حته تانية خالص؟ كنا مره، ده موقف برضو من المواقف بس حسيت اللي هو مختلف عن الناس يعني. كنا معسكرين في نادي المعون العرب، فالفندق بتاع في الفندق بتاع اللعيبه، فكابتن عوده بيصحينا نصلي الفجر يعني، فبيقوم اتنين تلاته من اللعيبه وهو يلفوا على الاوض كلها يعني. فانا في اليوم ده بنخبط على صلاح، حسيته اللي هو كان معيط يعني، كان معيط في اليوم ده. فبنساله يا ابني مالك، في ايه؟ حد عملك حاجه؟ لسه طالع بقى معانا في الدرجه الاولى، فقلنا حد، احنا كنا لعيبه كبيره فحد ضايقه فعاوزين نعرف يعني. فهو اتضح اللي هو كان بينام بدري، وامبارح ما نامش بدري لاسباب، خرج راح، كان بس ستارز لسه طالع وكده، واللعيبه خدته وخرج، فزعلان اللي هو ما نامش بدري يعني. بص هو لسه طالع من الناشئين للدرجه الاولى، فهو في دماغه لا هو مختلف يعني، هو مختلف. حتى البشمهندس شريف لما بيتكلم دلوقتي كان معامل معاهم دخل انا حالا يعني البشمهندس شريف والكلام ده كله صلاح كان بيقوله يعني من اول ما طلع، لا انا مش عاوز اقعد في مصر، انا لو هقعد في مصر هلعب في المقاولين بس. معايا عملت معاه برنامج لما رجع مع الكابتن ده سيد من البطوط على المشاهد، كانت اعتقد في اورجواي او باراجواي مش فاكر بالظبط، كولومبيا. شكرا لهون كولومبيا، معايا مرجع عالمي كولومبيا. عملت مع حلقه ان شاء الله، هحاول اجيب السيديهيه بتاعتها واقطع منها حاجات كده، اشوف حاجه يعني لا فعلا لعب طموح، كان عنده طموح فعلا. هو بيقول لك انا اقعد في المقاولين العرب او اسافر اوروبا. طب ايه موضوع، كان موضوع الزمالك اللي كان اتعرض عليه ده والاهلي؟ انا الموضوع ده انا سمعته، لكن سمعته انا معرض واقع فيه. لا اللي هو الاستاذ ممدوح عباس كان هيشتريه، وبعدين قال لك ده لعيب قصير صح، مش كان الكلام في الاتجاه؟ كان الكلام في الاتجاه. لا لا هو صلاح كان مميز من اول ما لعب في الدرجه الاولى. احلى حاجه رفض الاستاذ ممدوح عباس. لا بس هو احلى حاجه رفض يعني، حتى ان ما كانش هو عشان بس الناس ما تعلقش اللي هو صلاح كان رايح الزمالك. لا هو صلاح اصلا مش عشان ولا زمالك ولا كان عاوز زمالك ولا اهلي، بيحب اسماعيلي. لا ولا زمالك ولا اهلي مش تقليلا، هو كان تفكيره الاحتراف عشان كان الوقت ده كان جاي لباسم. ما انا اقول لك الثلاث لعيبه، كان باسم علي، محمد صلاح، وعلي فتحي. الثلاث لعيبه دول كان الاهلي والزمالك عاوزهم. هو اتسال باشمهندس محمد عادل، هو اللي كان موجود في الوقت ده بقى، فبيسال محمد صلاح، اول رد قال له لا انا عاوز اطلع اوروبا، مش عاوز العب في مصر ولا في المقاولين او اطلع اوروبا. باسم ساعتها راح الاهلي، وعلي فتحي راح الزمالك باين في القعده دي يعني. الملف الاخر هو المنتخب الوطني، وهو في معسكره امام اثيوبيا، المباراه يعني نقدر نقول هي تحصل حاصل، بس برضه احنا اتغلبنا في اول مباراه مع اثيوبيا، لابد من يعني اعاده الثقه مره اخرى في شكل وترتيب منتخبنا الوطني في الترتيب العالمي. مره ثانيه او حاجه ثانيه هي المباراه الوديه امام تونس. طبعا مباراه وديه ومباراه رسميه، يعني المردود من وراها ايه؟ هو طبعا الراجل فيتوريا بصراحه من ساعه ما جه، وانا اتكلمت على الموضوع ده برضو، كنا احنا ماسكين الاتحاد السكندري، كان هو اول نادي يدخل يتكلم مع المديرين الفنيين، كان مع كابتن عماد النحاس. هو لف على كل الانديه، لف الانديه، كان اول نادي الاتحاد واتكلم. راجل مختلف يعني، اول كلمه قال انا مش جاي من البرتغال عشان اقعد في المكتب في تكييف ويجي لي اسامي لعيبه زمالك ولعيبه اهلي واثنين ثلاثه من الانديه الثانيه، لا انا لازم اشوف كل حاجه بعينيا، وانا الموضوع اللي انا الف على كل مدرب عشان المدير الفني اللعيب قدامه طول الاسبوع وحالته قدامه طول الاسبوع، وهل اللعيب ده يصلح يلعب منتخب مصر ولا ما يصلحش منتخب مصر من خلال المدير الفني. فكل الاسئله ديت كان بيتكلم مع الكابتن عماد فيها، واكيد اتكلم مع كل المديرين الفنيين كله. فدي حاجه كويسه اللي هو راجل وسع الدايره شويه، ما بقتش مقفوله على الاهلي والزمالك وبيراميدز، لا
انت بتلاقي دلوقتي لعيبه اول مره تدخل منتخب مصر بتروح عادي، الموضوع بقى سهل بالنسبه له. فانا شايف تفكيره حاجه كويسه. حته ماتش اثيوبيا طبعا كان الكابتن ايهاب جلال اللي ماسك الماتش ده، احنا كان الماتش كل المنتخب كان مش في يومه، مش في يومه خالص يعني، ولا لعيبه ولا جهاز ولا. فان شاء الله نرد الاعتبار على ماتش اثيوبيا ده. وماتش تونس اكيد هو عاوز جايب لعيبه المنتخب الاولمبي، جايب ابراهيم عادل، جايب خلاص ابراهيم عادل بقى خلاص من الكوادر الاساسيه، يعني جايب 3 4 لعيبه ممكن في ماتش تونس ده يشوفهم برضو يعني، فدي حاجه كويسه يعني. الى النادي الاهلي ومعسكره الناجح في النمسا، يعني ايه هل اختيار المكان وفي التوقيت ده تحديدا كان الاختيار الانسب للنادي الاهلي؟ طبعا هو اي نادي بيطلع اوروبا يعني، احنا ماسكين المقاولين، احنا طلعنا كرواتيا. جميله كرواتيا وزغرب جميله يعني. عاوز اقول لك يا محمد، هي بتدي ثقه للعيب، بتحسسه اللي هو لعيب كوره يعني. لعيب الكوره الواحد كان بيلعب كان في 3 4 حاجات كده، لو ما لهمش في المكان اللي هو بيلعب فيه، المعسكرات، اللبس، الحاجات دي كلها بتفرق مع اللعيب جوه الملعب يعني. اكيد. فالنادي الاهلي طبعا بعد السنه التعب اللي فاتت دي كلها، احسن حاجه طبعا اللي هو خد اللعيبه وبعد خالص عن الضغط هنا وعن الكلام وعن الاعلام وطلع النمسا. بيدوم دوافع اكتر، بيجدد الدم جواهم برده، فدي حاجه كويسه طبعا اللي هو المعسكر ده. وانا متابعتي للمعسكر ده معنى عوده النادي الاهلي من العاصمه النمساويه بعد معسكر، متابعتي المعسكر اللي هو معسكر ناجح وعامل ماتشات كويسه، وربنا يكرم في السوبر ان شاء الله. كمهاجم وصلاح محسن كان ابن من النادي الاهلي، طلع عار لسيراميكا كليوباترا، اجتهد فيها وبالتالي رجع تاني لمكانه. شايف يعني او تقييمك للعوده والمنتظر من ادائه؟ طبعا صلاح لعيب كويس، هو من ابناء انبي، واشترى الاهلي اشتراه طبعا بصفقه كبيره، واتظلم فيها اللي هو اتعمل عليه ضغط كبير اللي هو اشتروه ساعتها ب 40 مليون جنيه. لكن صلاح محسن كامكانياته فنيه لعيب كويس جدا، ولازم الاهلي يستفاد بيه. وهو اما خرج راح سيراميكا كليوباترا، انا شايف اللي هو استفاد من التجربه ديت، واما راح سموحه برده استفاد من التجربه ديت. وانا بامل ان اللي هو ربنا يكرمه يبقى موفق في المره دي في الاهلي ان شاء الله يعني. اكيد ملف المهاجم ده كان الشغل الشاغل الفتره الاخيره في النادي الاهلي، شايف في حاله تعثر المفاوضات ممكن يقدر مع سلسله التدوير اللي عملها، مع وجود كهربا، مع وجود حسين الشحات، مع وجود بيرستاو، مع وجود رضا سليم، مع وجود بعض النجوم اللي انضموا للنادي الاهلي، امام عاشور، يقدر يتغاضى عن الجزئيه دي؟ هو طبعا يعني الاسترايكر اللي هو التسعة مش موجود في النادي الاهلي، دي مشكله يعني. يعني هو بيلعب كهربا ما بيلعبش تسعة، بس هو ممكن غصبا عن الراجل مغير سيستم لعبه عشان وجود كهربا وكده. الحاجه الثانيه صلاح محسن بيلعب تسعة، بس برده ممكن تلاقيه طرف يمين طرف شمال. رضا سليم جايبينه برده طرف، مش راس حربه. انا كان ليا راي، بس طبعا الاهلي هو صاحب القرار في الحاجات دي كلها، ما دام اصل دلوقتي الانتقالات كلها دلوقتي اتقفلت. ايه وجهه نظرك؟ فوجهه نظري اللي هو لو راس حربه يجي النادي الاهلي دلوقتي، انا اسف يعني، النادي الاهلي نادي كبير ونادي محتاج راس حربه بمواصفات النادي الاهلي. لا يجي ما يبقاش في نادي بيسيبه والنادي الاهلي يجيبه. ما هو الوقت ده مش هتجيب راس حربه فت، مش هتلاقي راس حربه، هتلاقي راس حربه، انا اسف الكلمه، اسم النادي الاهلي هيبقى كبير عليه. فلازم النادي الاهلي ما دام خلاص الموضوع بقى صعب اللي هو يجي في الفترات اللي كان القيد فيها مفتوح والانتقالات سهله، ما حصلش. انا كان عندي راي يعني في هنا في مصر، انا شايف السيزون ده في 3 راس حربه، في يعني انا هقول لك 2 ممكن 9 والتالت ده 9 وبيلعب 7 عشان التالت ده انا يعتبر ايام ما كان ما كنا ماسكين المقاولين العرب مع الكابتن عماد النحاس، اتعرض عليا وعرضته على الكابتن وجه المقاولين العرب. اول حد جون اوبوكا ده بتاع سيراميكا، اتعرض على المقاولين العرب ده جون اوبوكا يعني. اول ما جه اتعرض علينا في الاول في المقاولين وقعدت شهر، كابتن عماد خد القرار، بس حصل موقف كده يعني فالموضوع ما كملش وراح ايمي. انا قصدي على نادي الاهلي يعني، لازم افكر في جون اوبوكا. مروان حمدي طبعا. انا شايفه مصر مش هيسيبه. لا مش هيسيبه. انا قصدي حل مؤقت دلوقتي لغايه ما يبقى في يناير يقدر يعمل.
جون أوكلي. جون أوكلي, جون أوكلي بتاع المقاولين. بس ده هرب راح ليبيا. أنا زعلان طبعا لو هرب. ده هرب راح ليبيا. طب إزاي أنا يعني؟ بس هو على فكرة برضو عشان برضو الشيء يذكر, هو ما خدش مرتبه بقاله 3 شهور, والأفارقة في الحاجات دي أنت عارفه. أنا هقول لك 3 شهور لو ما خدش بيعمل شكوى وبيمسك عقده. هقول لك حاجة عشان أنا الموضوع ده يعني على المستوى الشخصي مزعلني. أكيد يزعلني. عشان أول حاجة جون كان بيلعب في نفس الفرقة بتاع جون أبوكا, وجون أبوكا جي إنبي 19-20 موسم 19-20 لما كان الكابتن حلمي طولان هو اللي ماسكه, فكان ساكن جنب في سفارة. ما الكابتن عماد طلب, انا كنت ماسك ملف التعاقدات في المقاولين في من اول ما رحت مع البشمهندس عمر عادل, انا مدرب بس هو مديني ملف التعاقدات, فطبعا الوكاله كانت بتعرض عليا لعيبه, فالكابتن عماد كان عاوز 9, كان عاوز رقم 9 سنه 19-20 اللي هي ثاني سنه اللي احنا لعبنا فيها افريقيا اللي خدنا فيها رابع اللي هي سنه الكورونا بعد ما الجزيري مشي. لا ما كانش الجزيري لسه مشي. مش الجزيري لسه لا الجزيري كمل معانا السيزون بتاع الكورونا ومشي بعديه اللي احنا لعبنا فيه افريقيا ده. عاوز اقول لك يا محمد اتفرجت على جون ابوكا السيزون ده كان بيلعب في دوري شمال تركيا فوق كده مش عارف البلد اسمها ايه, بس هو تابع للاتحاد التركي مش عارف بقى كردستان. ايوه الدوري ده كردستان. السيزون ده جايب 65 جون السيزون ده. انا شفت اصلا جون انا راس حربه مش طبيعي مش طبيعي, ما فيش كوره بيروح بيها وبيلف وقوي, ورغم اللي هو يعني جسمه عضل وكده عنده سرعات في على فكره اللعيب. انا قلت كان ساكن جنبي في سوق ميجي نشرب قهوه مع بعض, لعيب ملتزم جدا وما بيخرجش انا حاجة. مش موضوع انا ما شفته رحت للكابتن عماد قلت له ده احسن يعني معروض 8 ده احسن حد انت, وده هينجح طريقتك وده هيفرق في نادي المقاولين العرب هتبقى استثمار وكده. قال لي طب هات لي ماتش كامل ويكون اخر ماتش لعبه. جبت ماتش كامل واتفرج عليه الكابتن عماد وخد القرار. حد ما يقعد معاك شهر يعني ما يقعد معاك شهر والوكيل بتاعه مش عاوز يديه لاي نادي تاني, فالراجل كتر خيره. كان بيقولوا ولا كان لا 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 كان مدهولنا مش هعرضه على اي فرقه لما انت تقول لي لا. فجي في الكابتن عماد في الاخر قال لا خلاص مش عارف كان ايه اللي حصل كده يعني مش متذكر. وانا بتفرج عليه كان جون اوكلي في نفس الفرقه بيلعب طرف شمال. جون اوكلي الاثنين انا عملت سبوت عليهم كده قلت ده خلاص الكابتن عماد تاني سنه كابتن عماد انا عاوز طرف شمال. قلت له في طرف شمال اتفرجت عليه السنه اللي فاتت انا هوريه لك. بس قعدنا كنا بنلعب انا فاكر كنا بنلعب المحله في المحله والجهاز كله قاعد معسكرين في المنصوره قال لي هات الطرف اللي انت بتقول عليه ده. اتفرجنا اول 5 دقائق الجهاز كله قاعد قال لك هو ده لازم نجيب ده. فجون اوكلي قعد بقى أندية مصر حد عرضه عليا كابتن أحمد زين كان وكيله هو اللي عرضه علينا وقعدنا الأول بدأ في العالي. إحنا كان في سقف في نادي المقاولين العرب ودي حاجات برضو أنا شايفها من نجاحات يعني طبعاً. اللي أنت تنجح طبعاً إزاي عارف أنت إمكانيتك إيه وبتشتغل إزاي. أيوة يعني طبعاً. أنا 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 بلاقي مثلاً في ناس نجحت بس نجحت بأرقام يعني بيبقى عامل فرقة برقم كبير ويقول أنا نجحت طبيعي طبعا زي ما شكب شوية كده نزل بالأعمار السنية وبتاعه عامل فرقة حلوة والسنة فاتت. أنا معاك بس أنا بتكلم محمد أنت ما يبقى مثلا الميزانية بتاعتك 60-70 مليون جنيه وخامس تبقى أول سيزون خامس وتاني سيزون تلعب إفريقيا وتالت سيزون تقعد في الدوري. كان توهج الأكبر لعماد سلمان خلي بالك لما الكابتن عماد نحاس عماد نحاس. فأنا عاوز أقول لك محمد جون قعدت شهرين بجري عليه بجري الانديه بقى انبي رجع كلمه والبنك الاهلي رجع كلمه سيراميكا بيكلموه والولد دماغه عليت وانا واقف على 120-130-140 السنه اللي فاتت مش السنه اللي مش الموسم اللي فات لا الموسم اللي هو لا مش قصدي الموسم اللي فات ده اللي قبله لا اللي فات ده بدايته كان هيروح فوتشر وكابتن علي ماهر يعني مقتنع بيه بس انا عاوز اقول لحضرتك حاجه جون الحمد لله جبته في اخر يوم في القيد واول ما جينا عمل الكشوفات الطبيه وسافرنا على اسكندريه كان معسكر اول تمرينه ليه اللعيبه ما بقتش مصدقه جون اوكلي اللعيبه بقى نفسها في فيروت زي ده من سنين يعني بدا معانا السيزون انا بقى حابب اتكلم في الحته دي بدا معانا السيزون اول ماتش كان الشرقيه للدخان جاب جون وتاني ماتش كان انبي وتالت ماتش في التراي ماتش جاله خلفيه
قعد فيها اتضح ان الولد ده في نهايه السيزون اللي هو كان بيلعب فيه البلد اللي انت اتمزق وما تعالجش ولعبوه بعد ما على المزق ماتشين ثلاثه وروح بلدهم بقى وما راحش النادي تاني. فما جاش قال لنا الكلام ده، راح قعد في بلدهم شهر ونص وجي ما قالش انا يعني تشيك عليه العضله يعني لما حد بيجي يكشف بيكشف على الصليبي بيكشف على الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي الرنين اللي هي بتبان، لكن لو في حاجه في العضله مش هتبان لما الدكتور يكشف عليه. هو اشتكي ما اشتكاش بقى، هو جه نزل التمرين وجسمه ما شاء الله ايه شغال زي الفل، وكان فتره اعداد لعب معانا الشريط دخان جاب جون. الواحد كان مبسوط جدا على التعب اللي الواحد تعبه عشان الصفقه دي تبقى موجوده يعني. تاني ماتش كان كويس، تالت ماتش اتعور. السنه دي الكابتن عماد اعتذر للمقاولين العرب في الاسبوع الثامن، بس النقطه دي الاسبوع الثامن. جه بعد الكابتن عماد احنا مشينا. الكابتن عماد حس مدرب كبير سواء يعني مش محظوظ في الفتره الاخيره على فكره. طبعا ما فيش توفيق. فجه الكابتن محمد عوده بعد 8 اسابيع. احنا قعدنا شهر ولا شهرين باين في البيت، وبعدين مسكنا الاتحاد السكندري. وانا في الاتحاد جون كان ابتدى يتعالج بره، اتعالج بره النادي يعني، وحصل مشكله مع الجهاز الطبي. المهم ورجع تاني، اتفاجئت ان الكابتن عوده عاوز يمشيه. دي كانت مفاجاه وصدمه ليا يعني، بس انا كان عندي يقين بعد في ربنا وفي المهندس محمد عادل اللي هو مش هيمشي اللاعب ده عشان هو واثق فيه وواثق اللي هو هيبقى صفقه. كابتن عوده ما كانش موفق. جه الكابتن شوقي غريب اخر ماتش خمس ماتشات لو تفتكر قعد معانا بصعوبه بالغه. جون اللي كان سبب بعد ربنا في المقاولين يقعد جنبه. لا والموسم السنه دي عملوا اداء ولا اروع. جون السنه دي عمل هو اقل مزعاني اللي هو مشي اللي هو هرب. بس هو مش على فكره عشان قالوا انه بقاله 3 سنين. انا هقول لك حاجه، ده في المقاولين العرب ده طبيعي، وقعدنا 3 سنين بيحصل الكلام ده وساعات بيبقى لعبوا في دماغه بره. خلينا نروح لملف نادي الزمالك الاول. عمار حمدي اضافه قويه للنادي المقاولين العرب. طبعا عمار لعيب كويس، بس انا شايفه من بعد الصليبي مش هو بس، ممكن مع كابتن شوقي ما بقاش فيه ضغط. ما فيش ضغط في نادي المقاولين العرب غير النادي الاتحاد بيبقى فيه ضغط وعاوزه يبقى كويس على طول. انا شايف هو لعيب كويس جدا ولعيب مهم، يا رب يرجع لمستواه ويرجع النادي الاهلي تاني. الزمالك وما سيحدث في الزمالك في الوقت الحالي، كيف يخرج الزمالك كابوت؟ احنا قدامنا 5 دقائق. الزمالك طبعا هو امر واقع خلاص، لازم الراجل انا مبسوط بالراجل جدا اللي هو الراجل بيشتغل على الواقع اللي هو فيه. بس الراجل فتره الاعداد سايب الفرقه وراح يدي محاضرات في اسبانيا، كلام مش منطقي. والله بص يا محمد، الحاجات دي كلها كفتره اعداد عادي يعني، اصلا ممكن المدير يقعد المدير الفني يقعد 7-8 أيام 10 أيام، انت اكيد عارف. بيبقى قاعد بره والمعد البدني هو اللي شغال. هو بدنيا بيشتغلوا على البدني. المعد البدني المدير الفني ما بيعملش اي حاجه، بيبقى قاعد اول اسبوعين كده المعد البدني، ده شغل المعد البدني. فالموضوع مش هي دي الازمه يعني، هو الازمه الراجل برده كان عاجبني في تصريحاته، لو القيد اتفتح عاوز 3 لعيبه، وفعلا نادي الزمالك عاوز 3 لعيبه. نادي الزمالك عاوز مساك وعاوز ديفندر وعاوز راس حربه مع سيف يعني. دي حاجه كانت عاجباني في الراجل، اللي لو كان القيد ما كانش فيه مشكله كان عاوز 3 لعيبه بس. انا بدي اللي انا شايفه فنيا، لكن ما اعرفش هو طالب التلات اماكن. هو عنده برضه بعض النجوم المميزين زي سيف الجزيري اللي كان برضه توهج مع المقاولين العرب. ماشي، بس إيه لازم حد يبقى معاه. سيف الجزيري اكتشفتوه ازاي او جبتوه ازاي؟ هو سيف كان كابتن عماد ماسك طنطا، كان موجود في طنطا، كان هو مصطفى محمد وكيله على اباظه. وكيله على لما على اباظه على وكيله أبازة. عاوز اقول لك على اباظه، عاوز اقول لك محمد مصطفى محمد كان معانا في طنطا برضو، بس كان عنده جزع في الرباط الصليبي الامامي. ما عملش عمليه، كان جزع كبير وكان هيوصل لقطع، بس الحمد لله ما لحقش يلعب معانا ال7-8 ماتشات اللي احنا رحناهم. كان سيف اللي بيلعب، سيف كان بيلعب طرف، بس هو احنا عارفينه. فلما مسكنا المقاولين احنا جبناه في يناير، كان عنده شرط جزائي ما يعادل 900,000 جنيه لطنطا. لا، هرب من طنطا راح تونس. كان عامل شرط جزائي ما يعادل 900,000، وكان جاي الجونه. الحمد لله ربنا كرمنا وجبناه، واتباع ب 20 مليون بعد موسمين للزمالك. فسيف لا، سيف لعيب كويس ولعيب محترم ولعيب محترف في كل الصفات الكويسه يعني. وانا من خلالك برضو عاوز اتكلم على مصطفى محمد. يا محمد يعني بصراحه مصطفى السنه دي، مصطفى كعقليه انا ما كنتش كنت قلقان اللي هو ما يحترف هيرجع، دي انا عاشرته شهرين. لا، دماغه كانت مش مصدق اللي هو لو طلع بره مصر هيبقى بالتركيز ده وبتاع. بس انا اللي شايفه السيزون ده مع نانت كمان،
هو قدامه هدف وهيوصل اللي هو عاوزه، وهو عنده في اسبانيا ولا في انجلترا عنده امكانيات. هو راس حربه، راس حربه بعد عمرو النهارده، وهو راس حربه مثالي بعد عمرو زكي. قلت برضو الكلام الفتره دي كلها ماشي، عمرو زكي جه بعده مصطفى محمد. بيراميدز السنه دي هيبقى يعني منافس قوي للنادي الاهلي، وفي سواء في دوري ابطال او في دوري ممتاز. طبعا هو بيراميدز بالسكواد اللعيبه اللي معاه من الثلاث سنين اللي فاتوا، يعني انا لازم اللعيبه تحس بالمسؤوليه، ولازم اللعيبه تحس ان هم من احسن اللعيبه اللي موجود في مصر، ومن احسن السكواد اللعيبه اللي موجوده. انا مش عاوز اقلل من لعيبه الاهلي والزمالك، بس هم من مجموعه ممكن تبقى اقوى من الاهلي والزمالك، بس ما فيش بحس اللي هو بلعب للمتعه. لا، لازم يبقى عنده هدف، ولازم الارقام اللي بتدفع دي كلها والمصاريف دي كلها لازم هو لازم يبقى عنده هدف. لازم السنه دي ياخد بطوله، يعمل حاجه في افريقيا، يعمل حاجه في الدوري، فلازم يبقى عندهم هدف ان شاء الله. رامي انت شرفتني ونورتني. قول لي اخيرا، انت رجعت لسه بعد الدوره لسه ما فيش حاجه جديده؟ لا لا، لسه احنا مستنيين الكابتن عماد بقى، ربنا يكرمه. كابتن عماد، وانا اتمنى كمان عندك عروض ولا حاجه عماد النحاس؟ لا لسه لسه لسه. هيبقى عماد النحاس من المدربين واللاعبين كمان، كلاعب مثالي. انا بصراحه عشان يعني شهدت فيه، لا ده حبيبي، بس انا عاوز اقول لحضرتك يعني الكابتن عماد من احسن المدربين الموجودين في مصر، يعني بجد يعني فنيا، بس هو كان بيقابله سوء توفيق الفتره اللي فاتت، وربنا يكرمه في اللي جاي ان شاء الله. رامي شرفتني ونورتني، وبس دايما انت موجود معايا حبيبي يا محمد، ربنا يخليك وانا اكتر والله، ربنا يخليك. معانا تقرير من نادي الاتحاد السكندري وكره السله في الاتحاد السكندري، وما ادراك كره السله، والدعم الكبير جدا من الحاج محمد مصلحي للعبه الثانيه والاكثر شعبيه في الاسكندريه وتحديدا في الاتحاد السكندري. الزميل عمرو الحلو عمل حوار مع احمد عمر مدرب الفريق، واحمد عادل دوله نجم فريق كره السله بنادي الاتحاد السكندري. وبكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الرومنتادا على شاشة قناة المحور. أشوفكم بكرة حلقة جديدة في الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج الريمونتادا في كل مكان على شاشة قناة المحور، متواجدين في قلعة زعيم الصغر الاتحاد السكندري، ويسعدنا أن نلتقي بأحد نجومه والذي تغنت الجماهير باسمه دولة دولة، أحمد عادل دولة نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري. في البداية برحب بيك يا كابتن، وبقول لك ألف مبروك الأول على التجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيك والله يبارك فيك، يعني بيتي، وأنا مبسوط أن أنا موجود معهم ثلاث سنين كمان، وإن شاء الله السنة دي تبقى بداية خير بإذن الله. قولي، هل لا كان في صعوبة بقى في التجديد؟ كلمني عن كواليس التجديد. لا خالص، أنا كده كده عقدي ممتد سنة كمان السنة دي مع النادي، وهو النادي أول ما فتح الموضوع أنا ما أتأخرتش على طول، وطبعا أشكر أستاذ محمد مصلحي أن هو اول من يعني اتكلم معايا في الموضوع وفتح معايا ان احنا محتاجين نجدد، وانا طبعا ده زي ما قلت لك ده بيتي، ما اقدرش اتاخر عنه، وكان يعني حاجه تبسطني ان انا افضل موجود ومستقر مع النادي. طبعا كابتن احمد عمر بقاله فتره مطلب جماهيري للنادي هنا، والحمد لله ان هو كان ظروفه ما كانتش سامحه في فتره ان هو يجي، واول ما ظروفه سمحت الراجل ما اتاخرش عن النادي خالص. طبعا اضافه مهمه للفرقه زي ما انت قلت ان هو يبقى ابن النادي ولعب في النادي عارف النادي، فدي حاجه هتبقى اضافه، واحنا طبعا مبسوطين كلنا ان احنا بنتمرن مع الكابتن، وان شاء الله السنه دي تبقى بدايه خير. ازاي اقول لك اختلاف وجهه نظر، انا مدرب طبعا في الاول وفي الاخر هو مدرب طبعا عنده وجهه نظر فنيه وهو صح، وزي ما انت شفت المنتخب ظهر بشكل كويس جدا، فاكيد هو اللي كان صح، بس انا في الفتره دي كنت حاسس ان انا مش يعني الدور اللي هو كان مدوني مش هقدر ان انا افيد فيه المنتخب، فحسيت ان انا الاحسن لي ان انا اعتذر ويبقى في فرصه لحد تاني موجود يمكن هو يؤدي الدور ده احسن مني. فعلا هو اتكلم معايا في الموضوع ده، بس انا حسيت ان انا في يعني في الوقت القصير ده مش هقدر اعرف اتاقلم على البوزيشن ده، بالذات ان انا بلعب في صانع العاب من بدايه ما انا طلعت هنا في الدرجه الاولى، ومن ساعة ما انا بلعب في صانع العاب، فحسيت ان انا مش هقدر اتاقلم بسرعه، فحسيت ان انا مش هبقى ليا اضافه مع المنتخب، فحسيت ان الاعتذار هيبقى احسن. بص طبعا كلنا غير راضيين على حصل السنه اللي فاتت، ما ينفعش فرقه بالحجم ده تطلع السنه اللي فاتت بالمنظر ده، بس يمكن اقول لك كان في سوء توفيق ممكن شويه، طبعا مفيش حد من اللعيبه عايز ياثر، كلنا عايزين نكسب، كلنا عايزين نعمل حاجه للنادي، بس يمكن في سوء توفيق زي ما قلت لك شويه، ان انت تخش مثلا الفاينلز عندك كذا لعيب مصاب، تغير الامريكاني قبل الفاينلز على طول، شويه حاجات يعني خارجه عن ارادتنا، بس احنا حاولنا وكنا بنعمل كل اللي في وسعنا. طبعا
زي ما انت قلت اكيد المنظر ما كانش كان ممكن نقدم احسن، بس اكيد ما كانش حد من جواه عايز ياثر. يعني هي زي ما قلت لك هي شويه ظروف جت، وبس نتمنى السنه دي ان شاء الله الوضع يتغير مع وجود كابتن احمد عمر، مع عندنا صفقتين جداد ان شاء الله، مع محترف جديد، يعني ان شاء الله الدنيا تتغير. يعني بس طبعا احنا اكيد اكيد نفسنا نصلح مجلس الاداره طبعا والجماهير، ان الناس ما تاخرتش عننا في حاجه. وحتى انا احب يعني انت بتقول على علاقه الجماهير باللعيبه، يعني انا شخصيا شوف يعني ناس كانت متضايقه مننا ان احنا خسرنا وكده، بس اول ما جددت والخبر نزل بجد كم رسائل اللي جات لي بالناس بطريقه كلامهم، ان حاجه بسطتني جدا. يعني بجد الناس دي بتحب النادي جدا، والناس دي واقفه في ظهرنا. ممكن بيزعلوا، ممكن بينتقدوا، عادي حقك، مفيش اي مشكله طالما بتنتقد باحترام، مفيش اي مشكله، ده طبيعي. بس وقت ما بيبقى في خبر لا الناس بتقف وراك بتساندك. يعني بجد الرسائل بتاعتهم فرحتني جدا، طريقه كلامهم، طريقه ان هم بيتعاملوا معايا ان انا فعلا ابن النادي، وان هم فعلا حاجه مهمه بالنسبه لهم، حاجه فرحتني جدا جدا جدا. فاكيد اكيد نفسنا نرد الجميل ده، اكيد نفسنا زي ما رجعنا البطوله العربيه والناس شايلانا على كتفهم من اول الطريق لحد هنا، اكيد نفسنا ده الموضوع يحصل تاني. كنا مبسوطين جدا، وان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا فرصه البطوله العربيه السنه دي في اكتوبر، ان احنا نقدر ان شاء الله نكسبها ونرجع يعني نصالحهم على الاقل، لو تبقى بدايه باذن الله ان الفرقه دي، ان حرام فرقه زي دي باللعيبه اللي معانا بالاسامي اللي معانا ان احنا ما نكونش وضعنا احسن من كده. يعني من تاريخ سفري لدوله الامارات واخر يعني سنه كنت موجود فيها وكنت مع نادي الاتحاد، والحمد لله ربنا كان اكرمنا وفوزنا بالبطوله العربيه. كنت من التاريخ ده كنت بحلم ان انا ارجع تاني لنادي الاتحاد. طبعا نادي الاتحاد ليه فضل كبير علينا جدا، وانا واحد من الناس اللي تربيت في نادي الاتحاد واعرف قيمته تماما، فكنت على طول دايما بحلم بالعوده. يمكن الظروف ما كانتش مواتيه لحد ما الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله السنة دي توقيت كان جميل، وأستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس الإدارة تواصل معايا وأنا موجود في دبي، وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين، وكان دايما أستاذ محمد كان على طول على اتصال معايا سنويا على أساس إن احنا يكون في ترتيب معين إن أنا أقدر أرجع. الحمد لله ربنا كرم وتلقينا، وإن شاء الله أتمنى بإذن الله تكون سنة موفقة بإذن الله لنادي الاتحاد السنة دي بإذن الله. إن شاء الله. لو اتكلمنا على جماهير نادي الاتحاد السكندري، حالة كبيرة وحالة خاصة بنعيشها معاه من سنين طويلة، معاهم من سنين طويلة. قد إيه جماهير مؤثرة، قد إيه جماهير بتعشق النادي بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة، قد إيه كانت شريك أساسي وداعم لينا في جميع البطولات اللي احنا فزنا بيها سنين طويلة، سنوات اللعب والتدريب والسنين المختلفة دي. اللاعب رقم واحد اللي دايما بيقف ورانا على طول جماهير نادي الاتحاد السكندري. طبعا أنا كنت مبسوط جدا بعودتي، ومبسوط أكتر إن أنا أرجع أشوف الجماهير العظيمة دي وألتقي بيها تاني، وبشكرهم من خلال برنامج حضرتك، أشكرهم كتير جدا على الحفاوه والاستقبال والدعم والمسانده اللي انا حاسس بيها ان شاء الله، واتمنى باذن الله نقدر نقدم لهم حاجه تليق بيهم ان شاء الله السنه دي باذن الله. والله يا دكتور عمرو القرار ما خدش حاجه تماما. انا كان عندي رغبه كبيره ان انا كنت عايز ارجع لنادي الاتحاد السكندري. استاذ محمد مصلحي تواصل معايا وبدا يعني لسه بيفتح معايا الموضوع. انا قلت له انا فعلا عايز ارجع، وقال لي يعني خلاص يعني خلينا يعني ان شاء الله ناخد قرار. والموضوع ما خدش يعني زمن قياسي، يعني بصراحه تلقينا تماما. وطبعا انا بشكره يعني للثقه الكبيره دي. استاذ محمد مصلحي دايما داعم ومساند للنادي، وعنده بصمات جميله جدا لنادي الاتحاد السكندري. اعضاء مجلس الاداره المحترمين كان استاذ حازم، استاذ احمد عبد المجيد، يعني مجموعه العمل الموجوده تواصلوا معايا، والحمد لله يعني الامور كانت ممهده تماما. انا عندي رغبه كبيره جدا جدا في العوده. بشكرهم لرغبتهم في عودتي، فكان في تلقي سريع، وبشكرهم للثقه الكبيره دي. كمان بشكر المتابعين والمساندين لنادي الاتحاد، لان انا بتمنى السنه دي يكون مسانده كبيره للفرقه. مش هيتحقق السنه دي عوده لبطولات السنه دي بدون مسانده الجميع.
الجميع، ولا اقصد فقط مجلس الاداره او الجماهير طبعا اللي هي دم مساند الفريق، لا كل متابعين الفريق لازم يكون في وقفه ومسانده للفريق ودعم للفريق علشان كلنا ان شاء الله نقدر نقدم بطوله نادي الاتحاد السنه دي ان شاء الله يستحقها، وبقالها عدد معين من السنوات ما قدرناش ناخد بطوله فيها. جميل سيرة البلد لازم يعرفوا ان يعني كأحمد عمر، بس مش أحمد عمر بس، احنا الجهاز الفني والجهاز الإداري، وانا يعني حاجة جميلة جدا جدا شرف ان انا اشتغل مع الجهاز الفني والإداري والطبي والناس دي، يعني بصراحة ناس قريبين جدا من قلبي ومحترمين جدا وكل تعاون معهم بصراحة. بس ده مش وعد مني بس، ده وعد مننا كلنا ان شاء الله، هنبذل كل مجهود ان احنا نقدر نقدم حاجة كويسة لنادي الاتحاد السنة دي. نادي الاتحاد السكندري بيمثل جزء وقيمه كبيره جدا وجزء مننا، فاحنا اكتر ناس هنبذل مجهود ان شاء الله ان احنا نقدم حاجه لنادي الاتحاد، وباذن الله مع نهايه الموسم نكون قدمنا حاجات فنيه وقدمنا كمان حتى فكر معين لكره السله لا يتعلق فقط بالسنه دي، ولكن ان شاء الله يفيد الفرقه في السنوات الجايه باذن الله ان شاء الله.